بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. يوم جديد من البريمو، احنا معاكم ومستمرين في تغطية الدوري المصري والكرة المصرية والأندية المصرية المشاركة ان شاء الله في دوري الأبطال والكونفدرالية، الأهلي والزمالك ومصري وبيراميدز. ان شاء الله كل التوفيق ليهم، وان كان النهاردة مباراة الأهلي وبيراميدز وكانت مباراة للاستعداد القوي لمشاركتهم في دوري الأبطال والكونفدرالية، وكان طبعا محط أنظار كل الجماهير المصرية، بما ان يعني الفترة اللي فاتت تعتبر المباريات الخاصة الأهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز تعتبر من مباريات القمة في الفترة اللي فاتت، وبالتالي النهاردة كان الجماهير المصرية بتنتظر هذا اللقاء، واللي انتهى بفوز الأهلي بثلاث أهداف مقابل لا شيء لبيراميدز. على الجانب الآخر طبعا كان في توقع كبير جدا في الكرة النهاردة أو الجماهير أنها تشوف كرة حلوة، يمكن شفناها في الشوط الثاني نتيجة الأهداف اللي ممكن كانت تم إحرازها خصوصا في الشوط الثاني، لكن مجمل المباراة النهاردة كان يعني بنقول ان هو جيد. الاهلي تفوق بشكل كبير جدا في استغلال الفرص واخطاء الخصم او اخطاء نادي بيراميدز. نادي بيراميدز الى حد ما طبعا كان عنده فرصه او فرصتين ما عرفش يستغلهم، وان كان طبعا دائما الكره او الفوز بياتي لاصحاب الانديه او الفرق اللي بتستغل كل فرصه تسنح لهم، وبالتالي الاهلي النهارده بذكائه بلعبته الكبيره بخبراتهم الكبيره قدروا ان هم يفوزوا على فريق بيراميدز اللي كان متصدر قبل هذا اللقاء، وبالتالي ثلاث نقاط بيخلي النادي الاهلي في المركز الاول النهارده بيتصدر دوري الموسم ده، وفي اطار طبعا العوده مره اخرى للقب الدوري اللي حامل لقب في الموسم الماضي هو كان نادي الزمالك. عايز اقول لكم يمكن النهارده يمكن لو احنا بنتكلم على موسيماني يعني ريح واحد زي عمرو السولية عشان الماتش الجاي، شاركوا لكن ريحوا، امور كتيره جدا ممكن تكون فيها كانت تغييرات في المباراه، 4-2-3-1 اعتمد عليها في البدايه ثم اختلفت الطريقه، امور كتيره جدا النهارده موسيماني اشتغل عليها، مع ان كمان اللعيبه كمان لازم ناكد ان لعيبه النادي الاهلي هما السبب الرئيسي دائما لنجاح اي خطه موجوده داخل الملعب بخبراتهم بامكانياتهم بمهاراتهم اللي موجوده، وبالتالي استغلال الامكانيات دي كانت موجوده من خلال موسيماني واللاعبين، وفوز مهم جدا للنادي الاهلي بيتصدر بيه الدوري الممتاز. طيب انا عايز بس اقول لكم ان برضو النهارده كان في مباراتين في الدوري الممتاز، هنتكلم طبعا عشان ضيوفي النهارده اللي معايا في الاستوديو، احنا معانا من البدايه نجومنا النهارده، لكن هنتكلم على كل التفاصيل الخاصه بمباراه الاهلي وبيراميدز، وايضا كان في مباراه سيراميكا كليوباترا وسموحه وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وام بي وايستر كومباني، وايستر كومباني بيصعب مهمه على الفرق اللي موجوده في المنطقه الخاصه بمنطقه الخطر وهو الاسماعيلي بالاخص بعد فوزه النهارده 2-1 على ام بي. كلام كتير وهنتكلم على الامور دي كلها، وهنتكلم تاثير المباريات دي ونتائجها على فرق اخرى من خلال نجومنا اللي في الاستوديو النهارده، دائما بنسعد بيهم دائما بنستمتع بيهم في تحليلهم الفني من خلال البريمو. النهارده هيكون معانا كابتننا الكبار بدايه من كابتن رضا عبد العال، كابتن محمود ابو الدهب، والكابتن سمير كمونه. برحب بالكابتن رضا عبد العال في البدايه. كابتن رضا برحب بيك حبيبي يا روق. مبارك ايه؟ الحمد لله. منور كابتن ابو الدهب. منورك حبيبي يا روق، انا اللي برحب بيك. منور. حلو الورده دي كابتن. حبيبي يا روق. دي ورده يوم الشهيد يا كابتن. يوم الشهيد. حلو قوي. جميل. شؤون معنويه وبرافو على الشهيد. وبعدين النهارده الاهلي احمر برضه. جميل. يعني نقرا الفاتحه بقى عشان الشهيد بجد. طبعا لو انت عايز تقرا الفاتحه يا كابتن. طبعا حبيبي منور يا روق. ربنا يخليك كابتن كمونه. طب نقرا الفاتحه بقى ما دام احنا بنتكلم. خلاص كابتن رضا بيقرا. الله يرحمهم جميعا. الله يرحمه. طيب كابتن رضا يعني هنتكلم في كل التفاصيل، لكن خلينا قبل ما نتكلم في التفاصيل عندي الاخبار، واهم الاخبار بالنسبه لنا ماجد نبتدي مع حضرتك، هناخدها اهم الاخبار وبعد كده نرجع نكمل في المباراه، نتكلم على ماتشات اليوم وتاثيرها على الفرق وترتيب الفرق النهارده كابتن من خلال الفوز والتعادل، وايضا يمكن مباراه كانت مهمه جدا الاهلي وبيراميدز كل الجماهير المصريه كانت منتظره. نبتدي باهم اخبارنا.
طيب خلينا بس ناكد ان دائما مباراه الاهلي وبيراميدز صعبه، واكيد واحنا بنتكلم التاريخ في المواجهات في الاسم الجديد لبيراميدز كان لصالح بيراميدز. النهارده النادي الاهلي بيقلص الفارق في عدد مرات الفوز بالنسبه لبيراميدز، وبيزوده بالنسبه له طبعا لمكسبين بالنسبه للنادي الاهلي في قصاد ثلاثه بالنسبه لبيراميدز، وبالتالي طبعا الامور بالنسبه للفرق الكبيره خلاص بالاهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز بقت الى حد ما في منافسه قويه. والنهارده باكد ان اللاعبين كان ليهم دور كبير جدا للفوز على بيراميدز. لاعبين النادي الاهلي النهارده كانوا متفوقين جدا على نفسهم، بيفكروا ان هم يخلصوا مباراه مهمه قبل السفر الى سان داونز، لان في مباراه مهمه اخرى في دوري الابطال بالنسبه للنادي الاهلي وصعبه اكيد في ملاقات نادي سان داونز في جنوب افريقيا. وبالتالي كان يهمهم ان هم يروحوا وهم نفسيتهم حلوه مبسوطين عندهم ثقه بالنفس. اكيد مباراه زي النهارده بتزود ثقه كبيره جدا للاعبين قبل ملاقات سان داونز في دوري الابطال. طيب كابتن رضا، خلينا ناخد رايك في مباراه اليوم والفوز الكبير، لانك النادي الاهلي لما يفوز على بيراميدز صاحب عندهم لعيبه كويسه، عندهم لعيبه من افضل اللاعبين الموجودين. لما نيجي نبص كده تقريبا بنتكلم لعيبه اهلي وزمالك ومحترفين على اعلى مستوى، بالتالي الفوز لما يبقى بالحجم ده من الاهداف اعتقد ان يعني ده حاجه جيده جدا، يدل ان في شغل موجود سواء من اللاعبين او من المدير الفني. شغل ايه؟ شغل فني. شغل فني. طيب واحده واحده كده ونبدا ونقول يا هادي وبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا النادي الاهلي خايف جدا، ودي حاجه تحترم فيه ان هو محترم فرقه بيراميدز، وعارف ان الفرقه دي كعبيه عالي عليه، فنزل من البدايه. وهنا لازم نشيد بقى بموسيماني ان هو لعب 4-2-3-1. لو لعب 4-3-3 زي ما عك كده في الاخر كانت الدنيا فلتت منه. طب والله ده حاجه كويسه كابتن، انت اشدت بموسيماني اخيرا. لا انا اشدت بيه ان هو لعب النهارده وما خافش. ايوه ولعب. ايوه بس قلت يا كابتن من شويه ان هو كانوا خايفين. ايوه هو محترمين فرقه بيراميدز واحترام ان هم كعبهم عالي. تمام قصدك انت بتبص للتاريخ اللي في عدد المباريات وبالتالي اشتغل على النقطه دي، واخد بالك؟ فلعب النهارده وعايز يكسب، فلعب 4-2-3-1. في اتنين بس النهارده ما نجحوش الطريقه من البدايه، بيرسي تاو وعندك احمد عبد القادر. الاثنين دول لو فايقين كان الاهلي هيعمل سكور النهارده. بس انا بحييه على الطريقه. عندك بقى الماتش اللي جاي بتاع سان داونز، العب بقى 4-3-3 4-3-4-3 اللي انت عايزه. ليه؟ لانك انت خارج بره ومن حقك تلعب وما يخشش فيك اجوان، عشان طبعا هنقول اول حاجه الملعب، الجو بالنهار طبعا هيلعبوا اكيد بالنهار، هنا صح؟ بيلعبوا في الوقت ده بيلعبوا الساعه 3. يعني كل العوامل دي لما هتلعب انت 4-3-3 او 3-4-3 براحتك. ليه؟ لانك انت مش عايز تخسر، لان برضو الجو هيفرق كتير قوي مع اللعيبه، الملعب هيفرق كتير، الجماهير هناك هتفرق كتير، فكل ده امن ما عنديش مشكله. لو جيت بالتعادل او جيت كسبان واحد يبقى انت حققت الهدف. انما لما تكون هنا في القاهره وبتلعب فرقه زي بيراميدز وهتلعبها 4-3-3 انا بقول لك لا، مش ده النادي الاهلي ولا امكانيات لعيبه النادي الاهلي. شوف النهارده انا بقول لك اهو، لو بيرسي تاو واحمد عبد القادر فايقين كان الاهلي النهارده عمل سكور. طيب برغم اتفضل برغم هنقول ان في فرص لفرقه بيراميدز محققه، كره في القائم فرصتين، كره في القائم لا كور لا واحده بتاعت ابراهيم عادل الشوط الاول وعبد الله السعيد اللي في العرض. لا استنى بس، لا الكره الثانيه، لا الكره الثانيه بتاعت فخر ده ولا اسمه ايه الفيرود ده، اسمه ايه الكره اللي هو حطها وضربت في الشناوي ورجعت ثاني وحطها من فوق العرض، ماشي. بس إيهاب جلال النهارده ما قدرش يدير المباراه فنيا، ما قدرش. فعشان كده النادي الاهلي استغل اخطاء طبعا الاسيست بتاع عبد الله السعيد، ثم لعب برضو على غلطه شريف اكرامي، ثم لعب بعد كده على الغلطه اللي هي بتاعت احمد سامي وشريف.
يعني النهارده هنا في توفيق هنا مفيش توفيق، بس الاهلي هو اللي يستحق المكسب. طيب اخد راي كابتن، يعني انت الاهلي يستحق المكسب النهارده؟ بلا شك هو يستحق المكسب، لان هو لعب برضو بذكاء في بعض الاحيان، كان بيريح لعيبته وفي وقت معين، بغض النظر يا فاروق، في وقت تاني بيبتدي يرجع لورا، يعني عنده مرونه في الشكل الفني. ايهاب جلال بيغير في الدقيقه حاجه و80، ايه ايهاب جلال وهو مغلوب يغير في الدقيقه حاجه و80؟ جدد، ده انت عندك لعيب. خلي بالك من تصريحات كابتن ايهاب جلال، قالك انا ما اتاخرتش في التغييرات. شوف التغيير الاولاني كان كام بعد اذنك كده، معلش قبل ما تروح لابو الدهب، تغيير الدقيقه 80. طيب هنتكلم في التغييرات يا كابتن، هكلمك في التغييرات وهكلمك في التصريحات. الجون دخل فيه في الدقيقه كام؟ هكلمك انا في التصريحات يا كابتن، وكل التفاصيل الخاصه بالتغييرات كابتن ايهاب جلال وموسيماني برضو، لان احنا بنشوف برضو احمد عبد القادر بيتغير دايما. لا بس النهارده كان وحش ايا كان. كابتن ابو الدهب برضو رايك في اللقاء والفوز الكبير للنادي الاهلي النهارده على بيراميدز؟ يعني في البدايه فاروق مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لبيراميدز. يمكن النادي الاهلي لعب النهارده بافضل تشكيل ليه، يعني ما عدا السوليه، بس ينقص يعني السوليه النهارده، لكن النهارده كان يعيب النادي الاهلي البطء الشديد. فرقه كبيره، فرقه ما بتخافش من حد، وده اللي احنا شفناه النهارده على ارض الملعب. الناس كتير اتكلمت وقالت ان النادي الاهلي عاوز ياجل المباراه وخايف ومش خايف، يعني قلنا لازم تعرف ان النادي الاهلي ما بيخافش، فرقه كبيره، فرقه بطل، ودي كانت بروفه قويه لمباراه صن داونز. النهارده بيلعب بطريقه 4-2-3-1، بتدي له الافضليه، وقلنا كتير قوي ان سلاح النادي الاهلي الضغط العالي والضغط من بدري، لكن في بعض الاخطاء هنتكلم فيها فاروق، ان في جاب كبير جدا بين الدفاع ونص الملعب والفراوده. يمكن ده كان معمول لان حمدي فتحي بيرجع في حضن المدافعين، وده يمكن هو ده اللي بيأثر ويمتلك، يمكن بيراميدز يمتلك زمام الامور بعض الشيء، لكن النادي الاهلي فرقه قويه بالتحركات، كان في انتشار جيد في تحركات جيد. والنهارده محمد شريف بيثبت انه فعلا هداف مصر ومنتخب مصر، وده الكلام ده احنا قلناه في المباراه اللي فاتت والمباراه اللي قبل كده، ان محمد شريف باكد تاني ان محمد شريف منتخب مصر. لا ما انا بقول لك، لا انت النهارده لا، الراجل بيجيب جون والراجل أيوة بيتحرك كل ماتش، هو بيجيب جون هو وقفشه. انت بتتكلم عن المنتخب يا كابتن؟ انا بتكلم يعني انا بتكلم معنا الراجل، هو هياخد نظر الشريف خلاص فاق تاني، يعني يا فاروق هو هياخد اي حد احنا وراه هندعمه، لكن انت بتقول اللي وجهه نظرك واللي انت شايفه. لا النهارده قفشه بيتالق، النهارده عمرو سوليه بيتالق، النهارده محمد شريف بيتالق، كلهم بيتالقوا قدام فرقه كبيره جدا زي بيراميدز، لكن بيراميدز ما عملش حاجه ان انت تخاف، يعني تحترمها وبشكل كويس، لكن ما اداش بالشكل ان انت تخاف. الحاجه الثانيه مكسب النهارده مهم جدا يا فاروق، لان بيراميدز من الفرق اللي عامله مشاكل للزمالك والاهلي بتصدرهم الدوري. فالنهارده الاهلي لما بيكسب 3 بونت اكيد بياخد 6 بونت من بيراميدز، فدي كويسه جدا وبيركب الدوري، يوقفهم على الاقل كابتن وهو بيتقدم في ترتيب الجدول. طيب كابتن كمونة خد رايك في المباراه، وفي نفس الوقت كابتن مدرب قال ان الاهلي ما بيخافش من اي فريق ممكن بيقابله، هل ده سر النهارده الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي ان هو مش خايف وبالتالي نازل عنده فكر معين بيطبقه في اوقات المباراه بالكامل؟ يعني احنا بنشوف في وقت معين النادي الاهلي بيعلي الريتم، في وقت معين الريتم بيهدى شويه، وبالتالي استغل كل الفرص اللي بالنسبه له اتيحت ليه واحرز 3 اهداف. كابتن الفرقه الكبيره تملي بتتحكم في الريتم، الفرقه الكبيره تملي بتعرف تكسب اي فرقه عندها امكانيات ماديه وامكانيات بشريه على اعلى مستوى، عندهم نجوم كبار قوي. فرقه بيراميدز متالقه اخر 3 4 ماتشات مع كابتن ايهاب جلال سواء على مستوى الافريقي او مستوى الدوري المصري، لكن النهارده موسيماني يعني اقدر اقول ان هو ذاكر بيراميدز كويس قوي، لكن الكابتن ايهاب ما كانش مركز في المباراه اكتر من موسيماني. اول 45 دقيقه النادي الاهلي كان في توازن ما بين الدفاع والهجوم، كان حذر جدا ما بين طبعا الخطوط القويه رمضان صبحي وعبد الله سعيد وابراهيم عادل ولقاي الرباعي الهجوم القوي لفريق بيراميدز، اللي كان فيه تعليمات من ايهاب جلال ان هم يضغطوا على لعيبه النادي الاهلي او ديفنس النادي الاهلي ضغط العالي، لكن طبعا ما استمرش كتير من وجهه نظر ان هو اضعفه بدنيا الشوط الثاني وما قدرش يعمل كل حاجه او ما قدمش افضل حاجه عنده النهارده ايهاب. النهارده كانت ادارته للمباراه كانت ضعيفه شويه، الموضوع هرب منه. شايف ايه السبب يا كابتن في حاجه زي كده؟ تالق لعيبه النادي الاهلي. هنا بقى هتلاقي رد الفعل على طول، النادي الاهلي لما بيحس ان في ثغرات في اي فريق او في اي مباراه بيستغلها. عوده قفشه للتهديف، عوده محمد شريف للتهديف، السوليه جاب جون روعه
مش اول مره، هو بقى مميز في الحاجات دي، في البليسنج والحاجات اللي بيعملها والشوط على الجون والتصويب والحاجات دي بيعملها كويس قوي. لكن خلينا نتكلم فني يا فاروق، في 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 اول 45 دقيقه لا الاهلي كان افضل، الاهلي كان افضل من حيث الانتشار كمان واللعب الجماعي. شفنا النادي الاهلي النهارده عايز يكسب، نادي بيراميدز عايز النهارده يضغط ضغط عالي، وانت وحظك بقى جبت هدف، العب على المرتده الشوط الثاني، اقفل اطلع المباراه 1-0. لكن السيناريو ده فشل مع فرقه كبيره زي فرقه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعرف يلعب مع الفرق الكبيره، فدي مشكله للفرقه اللي قدامه. يعني الفرقه الصغيره بيعرف يتعامل معاها كويس قوي. عنده موسيماني كذا سيناريو عمله النهارده نجح بيه. الشوط الاولاني عدى على خير، مفيش اهداف، قفشه جاب جون في الدقيقه 47. كابتن ايهاب جلال تراجع نسبيا ولعب بعمق دفاعي، ادى ارتياحيه لهجوم النادي الاهلي ان هو يجيب هدف واثنين وثلاثه، ودي كانت اخطاء طبعا ايهاب جلال النهارده مع بيراميدز. ان انا بقول ان خط وسط فرقه بيراميدز النهارده دونجا ووليد كارتي كان في مشاكل، ما كانش في ضغط الشوط الثاني زي الشوط الاول، عشان كده الاهلي استغل المساحه في نص الملعب ان هو يروح من على الاطراف ومن العمق كمان. تمام. فابتدى شكله يبقى افضل. لكن مباراه حلوه، مباراه حلوه ان الاهلي خلص الشوط الثاني كابتن عشان بس نبقى متفقين. الشوط الثاني افضل، افضل الشوط يعني افضل والاهلي يعني كان بدنيا افضل من بيراميدز، عشان كده ابتدى يجيب جونين. كان في تفكك في دفاع بيراميدز خصوصا في الهدف اللي جابه محمد شريف، اثنين مدافعين بيخبطوا بعض، وبعدين راح عمل ده الجون ده جابه بقلبه مش برجله. صحيح. طيب انا سؤال لحضراتكم انتوا الثلاثه، وهل فوز النهارده والاهلي وهو منافس بيراميدز مع الزمالك وتصدره جدول الدوري، هل اقترب او في مؤشر لاقتراب الاهلي بالحصول على بطوله الدوري؟ على مسؤوليتي الدوري في الجزيره. الا لو موسيماني له راي تاني، موسيماني له راي تاني. بس انت كان التصريح ده كابتن كان ليك برضو من فتره طويله، كان عندك رؤيه مختلفه، ولكن كان الاهلي لسه ما لعبش مثلا، يعني ما لعبش مثلا فرقه زي بيراميدز اللي هو المفروض لا ده كان داخل على ماتشات سهله، لان ما كانش فيها لا اهلي وزمالك ولا بيراميدز. هو كسب الزمالك، انا بكلمك على السنه بيراميدز اللي فاتت، فريق تاني كبير. انا بكلمك على السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت في اخر ست ماتشات للنادي الاهلي ما كانش فيها غير الاسماعيلي وكان الجونه، وكان لو تفتكر كان في بنك الاهلي يعني فرق، يعني مع كل احترام والتقدير ان هو الاهلي بيكسب على طول. تمام. طيب كابتن ابو دهب رايك برضو في يعني نفس راي كابتن رضا ان الدوري في الجزيره بعد ما هو كسب يعتبر اقرب المنافسين ليه الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ هو انت لما بتكسب فرقه بتنافسك المفروض انت بتطلع بخطوه كبيره، لكن ما اقدرش اقول لك انت في الاسبوع 11 او ال 12 ما اقدرش اقول لك. مؤشر. لا ما هو مؤشر يا كابتن. لا هو في منافسه كويسه. يعني انا شايف ان المنافسه السنه دي بين الاهلي والزمالك وبيراميدز هايله. ان انت في ثلاث فرق بينافسوا على الدوري، فدي بتدي قوه للدوري، لكن لسه بدري. انا شايف ان لسه بدري. يعني انت كسبت اكبر الفرق ماشي، ما بالنسبه لك الامور عادي، ما انت لسه في ماتش تاني كمان، لسه هتلعب الزمالك. يعني المشكله انت عبال ما هم يجوا لك يا ابو الدهب الدور الثاني، ما هو انت بص بعد هزيمه النهارده هيحصل انشقاق كبير في شرق، وانت بتكسب يا كابتن المنافس ليك فبتبعده نتيجه كبيره النهارده. طب يعني انت بتبعده ثلاثه، لا هتبدا المشاكل بقى، يعني هتبدا المشاكل بقى مع، يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، احسن فرقه السنه دي صرفت بيراميدز، احسن فرقه عملت صفقات بيراميدز، وجابوا مدرب مش ناقصه حاجه تقريبا طبعا، يعني حتى اللاعبين في كل المراكز ده عنده وفره، وفره يعني ده عنده وفره. ده انا يعني انا قلت لك مثلا النهارده مثلا يعني عمر جابر فين، احمد فتحي لو قلت لك مثلا محمد حمدي فين، حسين السيد الاثنين المساكين دول، في اثنين تاني مساكين يعني اقوى منهم. تراوري فين؟ واخد بالك تراوري اللي هو نص فرقه ده شايل الرئه ما شاء الله، ده لوحده نص فرقه. انا بستغرب ازاي ايهاب جلال ما بيلعبوش، واخد بالك وادي ده بتاخره للدقيقه 80 ليه؟ ابراهيم عادل انت شايفه من البدايه ياخد الكره وتطول ومش موفق وضيع ومش محظوظ النهارده، اشده وابدا اجدد تاني تراولي بتاع لا. فانا بصراحه ايهاب جلال ملوش حجه، وعشان كده لما انت دايما بتيجي تقول لي احسن مدربين اقول لك احمد سامي وعلي ماهر. ليه؟ لان الناس دي بتفحت في الصخر، الناس دي ما عندهاش الامكانيات دي، وشوف عامله ايه وشوف ماشيه ازاي، واخد بالك؟ انما انت عندك كل حاجه. انا بقول لك طب هو تجربه قبل كده في الاسماعيليه كابتن يدل ان هو يعني قبل كده مع المقصه مين كابتن ايهاب
ده اكتر واحد خد فرص. طيب اكتر مدرب وما دام اشتغل بالشكل كده وانت بتقولي برضو هو كان بينحت في الصخر في انديه اخرى. لا يا حبيبي ازاي؟ قول لي هات لي انا بقول لك المقصه هو الاسماعيلي وهو لا المقصه ده المقصه كانت ساعتها كانت ده كانت لعيبه مصر كلها بتروح عايزه تروح المقصه في الفتره اللي هو كان ماسك فيها ده هو في سنه من السنين كان مفروض ان هو كان بينافس بيكسب الاهلي 2015 كسب الاهلي مع المقصه لو تتذكر ما في السنه دي كان لازم ياخد الدوري كان معانا كويس لان كان اهلي وزمالك ما كانواش كويسين كان لازم ياخد الدوري هو خسر بعد كده الدور الثاني من الاهلي وبعد والكلام ده مع ان هو كان اقرب من الاهلي والزمالك بالذات في الدور الثاني طيب بالك فهو جات له فرص كتير انا بصراحه يعني طبعا ربنا يزيده وربنا يديله وكل حاجه بس مش هو ده مش بتاع التقيل ده بتاع يقعد في الدوري في نص الدوري ما فرقه ما تهبطش انما ينافس على بطوله السنه دي كان لازم ينافس على بطوله هو لسه كابتن برضو احنا لسه متفقين لسه بدري خلاص يابا ايوه وعنده بطوله الكونفدراليه الاهلي فرق بص طيب. طالما الاهلي كسبك وركب اي حد مش هينزل تاني اسمع اللي انا بقول لك عليه تمام. الا لو موسيماني يعني له راي اخر في مباريات يعني طيب جدا. كابتن كمونة رايك برضو هل في مؤشر لاقتراب الاهلي من الفوز بالدوري السنه انا هتكلم لوجيك اوكي يعني بنتكلم في النادي الاهلي 28 نقطه بيراميدز 26 الزمالك 25 تتكلم في 2 بونت 3 بونت في الاهلي في مباراه مؤجله يعني تتكلم 6 نقط النادي الزمالك كان فارق عن النادي الاهلي قبل كده ب 13 نقطه والكباتن كان بنعود الدوري ده الاهلي خد الدوري والسنه اللي بعديها 9 بونت الاهلي خد الدوري فالكره وارد يحصل فيها كل حاجه انما لسه بدري انا بتكلم على كمان النادي الاهلي عنده مشكله في بطوله افريقيا لما بيوصل لحاله الاجهاد ممكن يفقد نقاط عشان مش هيبقى عنده ما تسيبونا من الكلام ده والنبي لا انا بقول لك ما تسيبونا من الكلام بتاع الاجهاد ومش الاجهاد والكلام ده انا بقول لك بقول لك ايه الدوري الانجليزي والاسباني كمونا بس يا كابتن لا انا الدوري الاجهاد ده دي شماعه بص في الاخر يا كابتن ما هو لاعبين وبيتعبوا يا كابتن هو انت مش انا بس صلى على النبي بقول لك لسه الدوري ما خدهاش كمونا قول يا كابتن طيب هو دلوقتي هو الدوري الاهلي من بدايه الموسم مش عارف ان هو هيلعب في افريقيا تمام ومش عارف ان هيلعب في الدوري وفي كاس مصر وفي لعيبه هتروح منتخب ويلعب كاس العالم للانديه ما ترموش بقى حته دلوقتي وانا بلعب في الاهلي طب دلوقتي انا راجل محلل انا بقول لك اللي انا شايفه اقول لك بدليل النادي الاهلي بيلعب هو يقول لك بطوله في السنه انا بقول لك النادي الاهلي بعد كده بقول لسه بدري انا بقول لك النادي الاهلي 28 نقطه وبيراميدز 26 الزمالك 25 في خد الدوري لسه بدري ده خلي بالك النقطه دي ممكن تعمل احباط لعيبه النادي الاهلي نقطه دي اللي انت بتقوله ان انت بتقول النادي الاهلي خد الدوري مبروك الدوري لسه خلص طبعا خلص ما خلصش يا رضا لسه يا الدوري خلص لا لسه بس هو كابتن اقولها لسه هو حسابات فني انا بس انا راجل محلل فني بيحلل يا عم فاروق اللي هو شايفه في الماتشات والفرق الاخرى يعني هنروح بعيد ليه تراهن من غير مراهنه يا كابتن كل واحد ليه وجهه نظر معينه على حسب الماتشات يعني خلي بالك يا كمونة لا لسه بدري يا كابتن وكابتن رضا قال لك الدوري في الجزيره لو موسيماني ابتدى بيمشي بنفس الشكل لكن لو يعني الامور اتلخبطت لعيبه النادي الاهلي بتكسب مش موسيماني وانت مش فاكر ده شغل ماشي مسلماني. ايوه ماشي ما بص طب امال شغل مين يا كابتن لا اداني سؤال اقول لك بدليل لا استنى بس بدليل ايه اداني سؤال حلو موسيماني النهارده بيتكلم بيدير المباراه انت كلامك صح في الحته دي انت عارف بدليل ايه نادي الاهلي لما راح كاس العالم للانديه واول ماتش مع مونتيري انت في لعيبه بقالك فتره ما شفتهاش وكسروا الدنيا يعني اذا ان انت اللعيبه جعانه عايزه تاخد بس طيب انا هرجع لك بقى تاني كابتن كمونة على السؤال ده انا هطلع لفاصل وارجع لك يعني انت دلوقتي لما موسيماني يكسب باربعه واربعه ورا تاني وبعد كده ثلاثه تقول لعيبه وتيجي لما يخسر يبقى موسيماني لا ده مش كده ما بتديش حق الـ 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 الناس يعني ما بتديش حق المدرب اللي بيتعب وشغال يعني الراجل ده كابتن على فاصل وناخد رايك اول مره يشيد بموسيماني النقطه خاصه باللاعبين وموسيماني يعني مين الفضل اللي بيبقى لمين يعني في النقطه دي We'll be right back.
ارقام قفشه، والحقيقه النهارده كان يعني هايل فكره وجود قفشه بشكل دايما بيكون قريب من المرمى، وفي نفس الوقت الباص بتاعه يكون صح، بيخلي فريق النادي الاهلي مختلف تماما، سواء بقى في التهديف سواء هو بيهدف او حتى بيساعد زمايله على التهديف. وبالتالي النهارده من وجهه نظر شخصيه هو احد نجوم اللقاء النهارده محمد مجدي قفشه. طيب كابتن كمونه، سالتك قبل الفاصل واحنا بنتكلم عن الاهلي وفرقته لعيبته والجهاز الفني، ومين اللي بيبقى ليه الفضل، هل اللاعبين ولا الجهاز الفني بقياده موسيماني او موسيماني، يعني خلينا نقول موسيماني بس. معلش يا كابتن رضا، خلي كابتن كمونه يجاوب وقول لي رايك بعد كده. ماشي، احنا هنتناقش مع بعض مفيش مشكله. بص يا فاروق، من ايام ما كنا احنا بنلعب تملي معروف عن النادي الاهلي في حاجه اسمها روح الفالينه الحمراء او ابداع النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. اللي بيعمله لعيبه النادي الاهلي دلوقتي ومكسب النادي الاهلي في الدوري وفي افريقيا وكاس عالم انديه، ده شغل لعيبه مش شغل مدرب. ده وجهه نظري او رايي المتواضع. الناس بقى تزعل ما تزعلش، انا ما هو انا بحط التشكيل بس. انا ممكن اكون بحب النادي الاهلي وعايز النادي الاهلي ياخد دوري، مفيش مشكله، لكن هنا انا راجل محايد. ممكن بس ثانيه، محايد. الهدف الاول، هل اللعيبه يعني كان اسلوب الضغط اللي حصل، هي دي جمله تكتيكيه؟ لا، ده اسلوب ضغط يا كابتن. لا لا، معلش عبد الله سعيد لو اترفعت عدت قفشه، اللعيبه ضغطت بشكل معين. شوف قفشه فين، مش اللعيبه، شوف مش الراجل اللي حصل فين في اي منطقه. في ضغط فاروق، مش الراجل اللي قال لهم هم بيضغطوا. عبد الله سعيد عمل ميس باص، قفشه استغل، عمل الخطا، رقص وجاب هدف ابداع. طيب يبقى قفشه كان واقف صح يا جماعه، يبقى قفشه كان واقف صح في انتشار، يبقى في انتشار جاي احنا ما شفناهوش بقى لنا سنين طويله، واخد بالك؟ هدف بتاع السنيه، يعني انت اللي بتحط اسلوب الضغط للعيبه. الهدف بتاع شريف جاب الجون بقلبه. مش ده فين وده فين، هي جاب الجون بقلبه استغلها فاروق. هي دي توجيهات مدرب واستعمل مهاراته وفنيه. دي توجيهات مدرب لما شريف جابه بقلبه، راجل فحت في مع لا انا بس الجون الاولاني عملها بالشمال مع مهارتك طبعا. الجون الاولاني، الجون الاولاني طاقتك وبتستخدم حاجات كتير كلاعب. يا عم رضا، دلوقتي هو المدير الفني بيوجه مدير الكوره، هو اللي هيلعب كابتن سيد عبد الحفيظ ولا يوجه اللعيبه؟ كابتن يوجه اللعيبه طبعا. طيب هو ايه اللي بيخليه يوجه كابتن سيد عبد الحفيظ ده على طول كده؟ كل شويه يتكلم مع الاحتياطي. يا عم ركز في الملعب. كابتن سيد، كابتن في حاجه اسمها هو بيتكلم على يعني بس فكره توجيه لكابتن سيد، انا اعتقد كابتن مش موجوده خالص. بص احنا مش ضد، احنا بنتكلم على تصرفاته، بيقول له خلي بالك مثلا عشان انذار، خلي بالك عشان حاجه مين. لا لا لا، ده بيعوز بيشرح له. هو كابتن سيد ماله ومال الامور الفنيه؟ ده راجل اداري، بدل ما يشرح للاعيب هات اللعيب. طب انت دخلتني كابتن عبد الحفيظ دلوقتي. لا انا بقول لك على اصلا ادارته للمباراه، انت يعني بتقول لي ده شغل مدرب، ادارته المباراه اصلا مدي ظهره للعيب. كمونه لما الراجل كسب لما يكسب 3-0 بيراميدز والدنيا كلها كانت بتقول لك بيراميدز هيكسب الاهلي. بيراميدز انت عايز من الاهلي كان الاحسن واللعيبه يا كابتن. لا بيراميدز ما كانش وحش، الاهلي استغل. يا كمونه بيراميدز لعب بعصبيه، لعب بعصبيه. بيراميدز لعب غلط. لا بيراميدز يا كابتن، كابتن هو في حد يلعب النادي الاهلي بجلاله قدره ضغط عالي من بدايه المباراه واسيب نص الملعب اخلي النادي الاهلي يجي من تحت؟ فين يا عم؟ لا ده الشوط الاولاني اول ربع ساعه تلت ساعه النادي الاهلي هو اللي كان بيضغط ضغط عالي. لا 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 والله العظيم بعد ربع جلال انت بعد ربع ساعه اتفرجت على ماتش تاني يا حبيبي. لا بعد ربع ساعه بدا لعيبه بيراميدز تخش في جيم وتبدا الضغط اللي انت بتقول عليه. انما اول ربع ساعه عندي عبد الله السعيد ورمضان صبحي وابراهيم متفوق خلاص، بس ان هو يهدف زي يا كابتن زي رمضان صبحي وعبد الله السعيد وابراهيم عادل، يروح يضغط ضغط عادي تلعب من وراهم يملى نص الملعب النادي الاهلي ويعمل الكونتر اتاك ويلعب على الاطراف يجيب جوان من عمق. بعد ربع ساعه الكلام ده، انما اول ربع ساعه النادي الاهلي كان هو اللي مستحوذ وهو اللي مسيطر، كان بس عايز يهدف. انما النادي الاهلي المجمل كله الشوط الاولاني ما ضيعش فرصه، لا مفيش خطوره ولا بيراميدز، واخد بالك؟ الشوط الاولاني الى حد ما كان فيه بوظ الفرقتين. لا تكتيك كان كله في نص الملعب، اللعب محصور في نص الملعب. انا بس انا ما زلت برضو مستغرب جدا انت تيجي تقول لي لا موسيماني ملوش فضل. لا في بص خمس فرص النادي الاهلي الشوط الثاني راح بيهم. اول فرصه اللي هي الاسيست بتاع عبد الله، ثاني فرصه غلطه شريف اللي هي اترفعت بعد كده واتحطت لحسين الشحات وضيعها، وبعد كده في فرصه قطعها ديانج محمد شريف حطها من جنب العارضه، والباقي اللي دخل. طب الهدف الثاني، انا بكلمك الهدف الاول وطريقه. لا لا ده الهدف الثاني فكر من السوليه. السوليه ده فكر عالي جدا من السوليه. ما بتبصش ليه من الكوره منين اولها؟ كابتن اولها ايه؟ ده ضغط، ما هو ده مجهود ذاتي. بس اسلوب الضغط ده، وانت مش عايز تضغط؟ انا انقل كوره من رجلي. هو انت مش عايز تضغط يا حبيبي؟ امتى نقول بقى الكلام ده؟ جمله
تك 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 واحد اتحرك. لا يا حبيبي لا يا حبيبي، ده الراجل بيوقف الكوره، التاني ضغط عليه تولد، قام السوليه حط ببطن رجله. انتوا هتعملوا بقى من الفسيخ شربات؟ لا 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 مش هعمل الفسيخ شربات. انت لو مسكت النادي الاهلي هتعمل احسن من كده ككوره. لو مسك اي حد هيمسك النادي الاهلي يا فاروق هيقدم كره احسن من موسيماني. خليك انت بس، خليك انت على جنب دلوقتي لما يجي دورك. يعني انت النادي الاهلي، لا عايز اقول لك على حاجه، لما انت كنت بتتكلموا وبتقولوا النادي الاهلي يلعب بطريقه 4-2-3-1 والراجل لعب وكسب وبيجيب اجوان وبيهدد وشكرنا في الراجل اهو. احنا قلنا كويس انت ما ضيعش فرصه. بيقول لك موسيماني، انت بتقوله ده شغل لعيبه. اه شغل لعيبه. ازاي شغل لعيبه؟ يعني هم اللعيبه اللي نزلت لوحديها في تشكيل بعضها كده وتروح. لا يعني لما الراجل اسالك سؤال لا شغل لعيبه في الملعب بس يا كابتن. معلش انا والنبي كابتن رضا. اه كابتن كمون امبارح كان مدير فني. انت مدير فني يا كومش، انت كنت بتقول لعيبتك انت روح برقص وجيب هدف، ولا كان ده انت بتحط سيستم لعيبة معين وامكانيات لعيب بقى هو بيستخدم سيستم معين ده بتاعه او بتاعك انت عشان حلو يعمل مهارته الشخصيه او امكانياته عشان يهدف؟ انا لو بدرب النادي الاهلي هقدم مستوى افضل من موسيماني. انا لما كنت بمسك فرقه صغيره على قد الامكانيات الماديه وامكانيات اللعيبه كده. مش اللعيبه دي بسيطه. والفكر ده هات موسيماني مسكه جمهوريتش بيه هيعمل ايه؟ مع كل احترام طيب. طبعا مع كل احترامنا طبعا. فريرا مدرب الزمالك كان مرشح وانت واحد من الناس اللي قلت اللي هو كان هيروح الاهلي. لو بقى مكان موسيماني اللي سبق كان النبأ يعمل ايه؟ اللي سبق كان النبأ. ايوه يعمل ايه؟ انا بقول لك ده كان على فكره كان هيجي النادي الاهلي. هيبقى افضل من الوضع الحالي من موسيماني يعني، ولا هيبقى نفس الوضع في النادي الاهلي ولا اللعيبه برضه في النادي الاهلي؟ آه. لا رضا معلش مع احترامي، لا كان هيبقى افضل من موسيماني. لا الراجل ده هو نفس المدرب ده بيلعب ده من زمان، كان بيلعب بثلاثه ديفندرات. يا عم هقول لك على حاجه عم رضا، بس الراجل ده هيروح على منظومه ما حدش بيتكلم في الفنيات ومديله ارتياحيه، لعيبه جاهزه عنده لبن العصفور، هيشتغل براحته زي الفل. انا معاه مستوى احسن من موسيماني. هو كفكر كفكر مدير فني فيريرا مع موسيماني لو قارنت، لا فيريرا افضل. ولو هو مكان موسيماني هيقدم اداء افضل. عارف موسيماني لو راح نادي الزمالك مش هينجح اي نادي تاني غير الاهلي مش هينجح. نجح مع سان داونز. فين مانو جوزيه؟ ساب النادي الاهلي خمس انديه ما نجحش في ولا نادي ووصل كاس عالم. لا لا استنى بس، انا بس واحده بس عشان ما تزيدش. انت هنا في ماتش الزمالك اللي كان هنا في ماتش الزمالك اسمعني بس، ما انا بقول لك حقيقه اهو، مش هو دي البطوله اللي خدها؟ وربنا لو في نيه صافيه وما كانش فيه 13 لعيب بس مقيدين في نادي الزمالك في الفتره دي، وربنا ده هم في الماتش ده مؤمن سلامي ضيع جي 6 انفرادات في الماتش ده، وهو كان ساعتها كسبان 3-0. لو كسب 3-0 وكان عدى كان هياخد البطوله. طيب إيه؟ كابتن ابو الدهب تتفق ماشي مع كابتن هو ضيع ساعتها كابتن رضا في ان اللاعبين هم اللي عاملين الشغل ده مش موسيماني؟ لا ده شغل الشكل الفني. لا ده شغل مدير فني على فكره. انت كسبان مقصر. لا فاركو بنتيجه كبيره والبيراميدز يا عم ورب الكعبه فرق. ده شغل مدير فني يا فندم والمصحف الفرق اللي احنا شايفينه. لا يا كابتن رضا بص، ده شغل مدير فني وده اللي شايفينه من بدايه الموسم. ممكن اي مدير فني بفرقه بتخفق في ماتش او ماتشين، ممكن ما يبقاش ده وارد في ده وارد في الكوره. خلي بالك وبعدين انت بتتكلم مع كابتن رضا، لا ده مديرين فنيين ممكن تبقى حاله اللعيبه في الوقت ده ماهيش كويسه. الراجل ما عندوش مشاكل في كده. النهارده بيرست او كان كويس الماتش اللي فات، النهارده مش شايفينه. احمد عبد القادر ممكن ما يبقاش في حاله جيده، لكن الراجل النهارده بيلعب بافضل تشكيل ليه. النهارده قفشه بيتالق، النهارده محمد شريف بيتالق. لكن خليني اقول لك على موسيماني، لا موسيماني عامل شغل عشان نديله حقه بما يرضي الله. الراجل النهارده محظوظ ان ماسك النادي الاهلي، وهو ده موسيماني اللي عايزه. والنهارده كل يوم انت على المنصه، انت بتتفق يعني انت لا انت محظوظ ان منظومه كلها كامله بتنجح. بص يا فاروق خلي بالك اقول لك على حاجه، اللي محتاج مدير فني كويس موسيماني اللي محتاج النادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي محتاجه. هو مدير فني محترم، وعلى فكره هو بيفكر فيها كويس قوي ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي كل يوم، بيطلع على المنصه بياخد بطولات بيحقق نجاحات مع النادي الاهلي. لو هيغامر ويروح اي حته تانية ممكن ما تعرفش، او ممكن يبقى زي اي حد يعني. النادي الاهلي هنا النادي الاهلي واقف، لا لكن هو مدير فني محترم. منظومه. وبعدين في ناس يقول لك ده محظوظ، زي ما جه زي ما تصوب الجه نجح زي ما في لا بس دول لما انت بتلعب يا كمون بصمه في الكوره. مين بصمه؟ لا مدربين يعني انا هقول لك اهو ايام هولمان بصمه خالص دلوقتي يعني. ايه مش شايف بصمه؟ لا ازاي كل ده اجتهادات لعيبه وامكانيات فرديه للعيبه.
ده واخد بطولتين انتوا عمالين كل شويه دوري الابطال دوري يا ابني النادي الاهلي محمد يوسف اللي كان مدرب ثالث خد دوري الابطال وكان اصعب من كده البطوله. احنا نضحك على بعض دي حاجه. تاني حاجه كل الاحترام لكابتن محمد يوسف لان لا احنا بنصياطه. لا يوسف ده كان ثالث ساعتها. انا بكلمك يعني البوزيشن بتاعك كان ثالث وكان ساعتها ماسك لعيبه ابو تريكا وبركات. طيب ما هو لعيبه اهو. ما انا بقول لك اهو يعني اذا بقى ان النادي الاهلي هي المنظومه دي حاجه. تاني حاجه ان هو ما تقولش ما هو لو انت قلت ما محمد يوسف كان رقم ثلاثة بعد عصام البدري وبعد جوزيه وخد البطوله. مانويل جوزيه لما ساب النادي الاهلي نجح؟ لا طبعا. اربع انديه ومنتخب ايران تقريبا صح؟ مش يمسك منتخب انجولا إيران. انجولا انجولا مش حاجه كده يعني كذا نادي وراح هنا وجه هنا. لا وراح ايران راح ايران ما نجحش ليه؟ كان عنده لبن عصفور والسعوديه كمان يعني معلش انا يعني مثلا كان عندك ابو تريكا وبركات ومتعب عايز ايه تاني وفلافي. لا بس عايز اقول لك على حاجه مش عارف انت بتقارن ايه بايه يا كمون يعني انت تاني. انت خلي بالك النهارده انت بتلعب في الدوري المصري برضه ما انت الفرق الدوري المصري حبيبي ما انت برضه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي هم اللي بينافسوا لا ما انجح بره النادي الاهلي. لا انا بس احسن لعيبه في النادي الاهلي في الوقت الحالي هم اللي موجودين في مصر طبعا. طب ايمن دايما اللعيبه الكل انا ما حدش يقول لي كل وقت يقولوا ادان ايام ابو تريكه وبيراميدز كابتن مش بيراميدز دي اللعيبه دي لعيبه كبيره برده ولا انا ايوه عايزه مدرب طيب ومنظومه كويسه عايزه مدرب يسمع الكلام ومنظومه. طب ما جالهم افضل المدربين على مدار وجودهم هم غلطتهم ان ماتشو تاكيس غلطتهم انا بقول لك على الهوا اهو غلطتهم ان ماتشو مدرب عبقري زي تاكيس ده مدربين كويسين جدا انت عارف لو تاكيس ده موجود كان زمان هو اللي فارق راكب النادي الاهلي ب 2 بوينت ومشي اتغلب ومشي ما اتغلبش يا حبيبي ده اتعملت عليه مؤامره ما تقعد بقى انت عارف حاجه اقعد يا عم فاروق اتعملت عليه مؤامره انا عارف حاجه انا ما اعرفش حاجه لا انت لا انا قصدي يعني اذا في دهاليز كده طب انا عايز اسالك سؤال يعني انت لو مسكت الاهلي يا كابتن هتعمل اداء احسن من كده؟ اقسم بالله اقسم كابتن ابو الدهب بيعمل اداء احسن ونتيجة من كده اداء ونتيجه احسن من كده اداء وبنتيجه رضا خليهم كلهم يرقصوا يا جماعه ما هو مش كره ترقيص برضه بس يا حبيبي لا هتلعب بلاعيبه لعيب الكوره وعندك لعيب الكوره النهارده مثلا النادي الاهلي ما كان بيحط الكوره على الارض اول ربع ساعه ايه اللي كان بيحصل؟ مش فرقه بيراميدز اللي هي المخيفه كانوا فين؟ بص يا كابتن انا عايز اطلع للفاصل بس انا مش عاجبني انك مدرب بيشتغل وبيجتهد وانت وجهه نظرنا انا مش بصراحه مش شايف له بصمه انت بتسال لا في كورنر ولا في تريكا فاول انا بدي انا وجهه نظري احنا بنقيم مدرب ولا احنا ممكن ابو الدهب لما بيشوف له يعني انت مش شايف له بصمه يعني يروح يجيب لك كاس العالم ويجي امال ده بيعمل ده واخد كل البطولات اللي دخل فيها يعني طيب احنا بص ما بنقولش ان هو مدرب سيء احنا بنقول ان الابداع وشغل النادي الاهلي من اللعيبه بصمات اللعيبه مش بصمات المدرب طيب ما قلناش ان هو وحش او بنغلط فيه ما هو بعدين خلينا نطلع لفاصل اطلع لفاصل بس كابتن ابو الدهب ونكمل كلامنا عن البصمه اللي موجوده في الفريق والمكسب ودوري ابطال مرتين وكاس عالم انديه ثالث قبل ما تطلع فاصل بقى ما تزعلش انا مش قصدي يعني ان انت انا عارف ان في حاجات حصلت هناك لا اكيد انت في لا لا تامره على الراجل تامره على الراجل انا عارف يا كابتن طيب نكمل كلامنا بعد الفاصل نكمل كلامنا بعد الفاصل مع كباتن مصر وكمان يعني هنتكلم اكتر عن الاهلي لان عنده ماتش مهم وهل الماتش ده وكميه الجري والمجهود اللي حصل ده هيكون بالنسبه له شيء ايجابي ولا سلبي في مباراه سان داونز ايه اللي هيعمله موسيماني وهقول لكم على تصريحات موسيماني وتصريحات ايهاب جلال لكن برضه هيكون تعليق نجومنا على هذه التصريحات بعد الفاصل
طيب مكملين مع حضراتكم والكباتن، هم بيتكلموا بقى على الاهلي وموسيماني ومين يعني الفضل ليه اللاعبين ولا موسيماني. كان في دوري ابطال شغال ونجمنا محمد صلاح كان متواجد النهارده وبيلعب، وليفربول بيخسر من الانتر 1-0 ولكن بيتاهل بمجموع اللقاءين 2-1، وبالتالي طبعا بنبارك لنجمنا ان شاء الله ويكمل بامر الله ونشوف نجمنا محمد صلاح دايما في احسن حال. على الجانب الاخر بايرن ميونخ النهارده كان بيلعب ريد بول سالزبورج وكسب 7-1، نتيجه كبيره طبعا، فريق كبير ورهيب يعني، دائما فريق البايرن عنده مجموعه من اللاعبين المميزين، وبالتالي نتيجه كبيره بيحققها النهارده البايرن على حساب ريد بول، وبالتالي يعني ده النتائج النهارده كابتن. هي دي الماتشات، طمنت تتكلموا في حاجات في فرق وماتشات تانية مختلفة وأداء تاني مختلف، دنيا تانية خالص طبعا، كرة تانية. وعلى فكرة كان بايرن ميونخ كان خسران ماتش الأولاني 1-0 كسب النهارده 7، يعني احنا قبل ما نخش كان 4 انتخب في الكورة 4، فأنت دلوقتي بتقول 7 طبعا فريق كبير وطبعا فريق مرشح صحيح. طيب نرجع تاني وعايز نرجع للنقطة مهمة جدا النهارده وهناخدها بقى فني في الماتش النهارده كابتن، سيبك بقى من الشكل العام اللي احنا بنتكلم فيه. ماتش النهارده من وجهه نظرك، من خلال كمان تصريحات موسيماني ان هو غير طريقه الاداء او الشكل الخططي في اللعب في كذا مره، سواء بدايه 4-2-3-1 او 3-4-3، والنهارده كمان من تصريحه بيقول لك احنا بنحرز اهداف وقت ما بنشتغل بطريقه 3-4-3. ازاي هو يعني ازاي يعني هو النهارده يعني مثلا عشان ده هو فات النهارده في في التغييرات كلها، مفيش الا السوليه بس. السوليه كان مريحه؟ اه مفيش الا السوليه بس، هو التغيير اللي عنده اللي كانت مصحصحه. انما قول لي ايمن اشرف حسيت بيه؟ ميكسوني حسيت بيه؟ حسين الشحات ضيع كورتين، يعني امتى حسين الشحات هيفوق؟ يعني امتى بقى حسين الشحات هيفوق؟ واخد بالك؟ يعني انت مثلا بتدي لحسين عشان تفوق. طب واحد زي احمد عبد القادر ده اللي كان الماتشات اللي فاتت كلها كان شايل الفرقه، وهو كان رقم واحد في الفرقه اللي هو بيروح على الجون عشان تهدف، وكان مصدر الخطوره ومنبع الخطوره. هتيجي بقى بعد ماتش النهارده ده ممكن تقعده وما نشوفوش تاني؟ تغييره النهارده كان لازم ماشي يغير النهارده وحش، يعني ما كانش فايق. اه بس انت يعني هو ولا بيرستاو النهارده كنت تغيره؟ الاثنين لازم كانوا في نفس الوقت. اه كان من بين الشوطين وبرضه يحتفظ بالشكل 4-2-3-1، ولما تيجي تغير السوليه ما تنزلوش الاول يبقى 3 وبعد كده تعدل بايمن اشرف وتقوم جاي يطلع حمدي فتحي. طب ما انت برضه بتلعب بثلاثه ثلاثه بندرات. بس انا بقول لك التغييرات نزل السوليه مكان احمد عبد القادر يا كابتن، يعني هو نزل في البدايه السوليه مكان احمد عبد القادر، رجعه ثالث دفاع ماشي ما بقى ثالث. اه ما انا بقول لك ثالث نص الملعب. فانا بقول لك ايه، لا انت انت احنا اشدنا بيه لما ما خافش ولعب 4-2-3-1، ما جبتش جوان الشوط الاولاني بس انت كنت الافضل وهم كمان ما راحوش لجونك. يعني خلي بالك بيراميدز الشوط الاولاني ما كانش فيه اي خطوره على الشناوي، حسيت باي خطوره على الشناوي الشوط الاولاني؟ لا خالص مفيش غير واحده بتاعت ابراهيم عادل اللي اتقطعت وراح بيقابل اللي هو مهاري اللي هي عمل حل فردي وراح، وده طبعا ياسر ابراهيم او محمد عبد المنعم ما ينفعش ان انت تخش برجلك الشمال، ما ينفعش لان هو التاني جاي اسرع والكلام ده هيعديه. لا لازم عشان تخش يا اما تديله جنب عشان ان انت لو طول الكره تقدر تعمل تاكلين او تقدر تطلع الكوره، انما انت ما دخلت برجلك الشمال يبقى انت خلاص كده رجلك اليمين كده خلاص بقت صعب عليك، يا تعمل ضربه جزاء يا تسيبه يعدي زي ما عدى كده. هي دي الخطوره الوحيده. تغيير السوليه اثرت على الشكل الفني اللي فرقت فرقت كتير، ان هو لعب بثلاثه في الفتره دي استحوذ فرقه بيراميدز على الكوره، بس طبعا كل الاستحواذ كان اللي هو سلبي في نص الملعب. ما شفناش الاهلي راح خالص بقى، يعني كان الاول مثلا انت بتمسك كرة بتحطها لبيرسي تاو بتحطها لاحمد عبد القادر وتتقطع عادي ما فيش مشكله، بس انت محتفظ بالاثنين اللي هم على الاطراف اللي هو عند عمر جابر وعند محمد حمدي، فعشان كده فاتح الملعب وفي اي وقت ممكن تجيب جول. النادي الاهلي النهارده انا بكلمك بمنتهى الامانه 5 كور استغلوهم صح. اول واحده طبعا الاسيست بتاع عبد الله السعيد، الثانيه اللي هي بتاعه علي معلول اللي حطها لحسين الشحات وطلعها شريف، اللي هي برضو غلطه شريف من البدايه، يعني هي من البدايه غلطه شريف. السوليه جاب جون حلو قوي، واخد بالك؟ السوليه بقى استعمل مهارته وذكائه وخبرته ان هو واحد تاني كان ممكن ايه لمس الكوره وبدا يحطها، ده حطها مره واحده مفاجاه لينا والشريف ولاي حد. هو الجون ده طبعا
لو انت قعدت من هنا السنه الجايه تقول موسيماني قال له اعمل الكلام ده اقسم بجلاله الله برضو تاني ما صدقك. ايوه لا دي مهاره لعيبه ماشي دي مهاره لعيبه يعني برضو انا اللي بوجد اللعيب في الامكان ده وانا اللي دايما بوجد. لا يا حبيبي ما بوجدوش ده كان ناحيه الليفت ده هو اصلا موسيماني اصلا عنده مشكله في التلت الهجومي ما بيعرفش يدير النادي الاهلي في التلت الهجومي ما عندوش ابداع ان هو يطور. طب انا سؤالي كابتن ابو الدهب من الواضح كمان ان موسيماني مع الفرق الكبيره زمالك بيراميدز الفرق اللي هي لما تيجي تبص عليها وليها ثقلها في الملعب بيقدر يعمل ماتشات كويسه كابتن صح ولا غلطان؟ طبعا دي حقيقه وممكن هو الراجل في تصريحاته قال لك انا غيرت الطريقه ثلاث مرات في الملعب يعني نزل بدا بطريقه وبعدين غير الطريقه في الشوط الثاني وبعدين لها بطريقه فانت محتاج هو ده شغل للنادي الاهلي لا طب للنادي الاهلي هو النادي الاهلي محتاج ان انا اطبل لي واكمل لا احنا بنتكلم على لما انا طالع يا راجل مالهاش علاقه ولو ما طبلتش النادي الاهلي اطبل لمين حاجه مع النادي الاهلي لا يا عم ازاي محظوظ ان هو ماسك النادي الاهلي يا عم محظوظ مش ضده إيه؟ ولا عنصريه ولا اي حاجه يا راجل بنتكلم اللي احنا شايفينه ازاي يا كمون طب استنى يا كابتن ابو الدهب لا مدير فن النادي الاهلي النهارده لما بيكسب بيراميدز فرقه كبيره وفرقه محترمه وفرقه بنقول ان هي هتنافس على البطوله لكن النادي الاهلي عنده الدوافع اكتر الراجل بيقول لك النهارده كان في انا قلت يمكن في بطء شديد في بدايه المباراه لكن واضح الراجل النهارده كان بيكسب ثقه انت بتلعب فرقه كبيره برده فرقه عندها حلول لكن النهارده في حاجه كمان حصلت يا فاروق هو استغل اخطاء بيراميدز النهارده كان في عصبيه شديده من لعيبه بيراميدز النهارده حتى كل الاخطاء اللي حصلت مع شريف اكرامي واحمد سامي في الجون الثاني ده ما تحصلش او الثالث النهارده عبد الله سعيد الراجل عامل انتشار سريع عامل انتشار جيد في الملعب في ضغط عالي شفناه في الملعب في تالق لاعيبه كتير جدا لكن النهارده عشان نقول بقى شغل لعيبه في الملعب ما النهارده انت كلنا جبنا جوان عالميه مش ما هو ده مش شغل مدرب ده شغل لعيب ابدا النهارده لعيب انت بتلعب في النادي الاهلي ما كنتش هبدع وانا في النادي الاهلي هبدع فين او ابدع في الزمالك او ابدع مع الفرق الكبيره هو احنا كان في مدربين بتقول لك روح اعمل كده وارفع وعدي وتبقى انت بتحط طريقه وبتحط تشكيل وبتحط خطه واللعيبه عندك بتنفذها لكن النهارده كابتن رضا جاب اجوان عالميه مش مع ماتش الزمالك ما قالوش مش عارف مين اللي كان مثلا ما قالوش رقص في السكس يارده زي هو الراجل قال لك يعني ده شغل مدير فني النهارده لما بنتكلم لا ده في شغل مدير فني انا بوجد الحلول اللي انا وصلت لمناطق معينه مؤثره هجوميا لا انا زي ما كمون قال لما انت كمون ده ابداع ده مش شغل مدرب ولا حتى في جمهوريه شبين لما على يا فاروق ازاي يا فاروق يا كمون انت قلت حاجه حلوه لا انت قلت حاجه حلوه ان موسيماني درس بيراميدز هو قال من قال لك يبقى ده شغل مدير فني طبعا انت قلت بيشتغل على الفرقه اللي قدامه بدرسها كويس طيب. واعرف اتعامل معاها لكن انت النهارده لا ده شغل طيب. مدير فني شغل انت عارف هو لو درسها كويس يا اسمح لك كابتن رضا ثانيه واحده بس في مدرب انت بتقول عليه من المدربين المهمين في الدوري المصري وناجح بشكل كبير معايا على التليفون وكسبان بكل سكور كابتن احمد سامي طيب نسمعكم بس ناخد المكالمه كابتن احمد تحياتي ليك والنهارده مباراه اكيد كانت مهمه بالنسبه لكم والحصول على ثلاث نقاط يعني مبتغى كل الفرق وبالتالي النهارده التعادل 1-1 ونقطه لفريق سموحه اكيد برضو مهمه في مشوار الوجود في الدوري الممتاز بشكل جيد كابتن احمد تحياتي ليك ازيك يا فاروق وبسلم طبعا على النجوم الكبار كابتن رضا بعال طبعا وكابتن كمونه وكابتن ابو الدهب بيحبك جدا كابتن رضا حبيبي لا كابتن رضا ده حبيبي كابتن رضا يعني معلش النهارده انت النهارده المفروض تكسب النهارده لازم مش عايز بقى اتكلم عشان ما اقولكش ده بيعقب اتفرجت على الماتش كله يا كابتن رضا والله اتفرجت لغايه الشوط الاولاني وبعد كده جيت على هنا بس في واحده ضاعت من مروان حمدي ما ضيعش يعني بعد الهدف بس هو لو حطها الهدف. على الارض كان الجول مسكها هو حطها كويس بس هي معليت شويه لا مش اللي حطها وجت في رجل الباك اللي هو الباك ليف لا ده بكلمك عشان بتاعت الشوط الثاني اللي جت في الشوط الثاني جت في كانت في الاخر لا ما شفتهاش ده انا كنت انا مشيت بقى انا مش اتفرجت على الشوط الاولاني بس جت في الاخر طيب كابتن احمد تقييمك لماتش النهارده يعني فنيا والتعادل هل هو مرضي لكابتن احمد ولا شايف ان المباراه كانت الاحق في الفوز نادي سموحه والله يعني بص يعني على مستوى الاستحواذ احنا كنا كويسين لان انا كنت يعني كنا نازلين جايين ناخد الثلاثه بونت يعني كانت النيه ان احنا هنحاول طبعا سيراميكا فرقه كبيره وعندها نجوم كبار بس احنا كنا عندنا الرغبه اكتر بكتير وكان سيستم اللعب يعني كنا بنوصل لجون كتير كمان الشوط الثاني
يعني انت بتتكلم فوق 60% استحواذ، فرص كتير جدا، ومش استحواذ في المناطق السلبيه، استحواذ من حوالين ال 18 نص ملعب من سيراميكا. ف يعني ماتش كان يعني توتال يزعلنا، يعني انا كلنا طالعين زعلانين سواء جهاز او لعيبه، لان الماتش ده من الماتشات الكويسه من ناحيه الاداء بشكل كبير جدا، وتحركات النهارده اللعيبه كلها كانت ايجابيه من النواحي الهجوميه، وكانت تمركزاتنا الدفاعيه واحنا بنهاجم كانت كويسه بشكل كبير جدا. يعني يعني سيراميكا ما كانش مؤثر على الجون الا بكوره واحده من عند اخطر واحد فيهم شادي حسين، هي كوره واحده اللي كانت خطره، لكن توتال طبعا انت في كل الاحوال انت بتجري ورا المكسب، بس ساعات تبقى ربنا مش كاتبها لك، فاحنا الحمد لله على كل شيء. مرضيه النقطه كابتن في مشواركم يعني؟ يعني بص، هو انت لو خدت 3 بونت النهارده كان هيحطك هيبعدك شويه، لان انا عايز برضو ما بقاش قريب من اللي تحتيه، انا عايز ابقى قريب من الناس اللي فوقيه، على اساس ان ابعد شويه تدي فرصه وتدي فرصه اللعيبه ما تضغطش، لان احنا البدايه بتاعت السنه دي هي احسن بدايه لسموحه من حوالي 4-5 سنين. السنه اللي فاتت انا فنشت رابع واللي قبلها خامس، بس البدايه دي كانت احسن من بدايه السنتين اللي فاتوا في تجميع النقط والمكانه يعني. طيب يمكن انا هقول اللي كابتن رضا قاله عن كابتن احمد سامي، وعشان بعد كده هيبقى في سؤال خاص بكابتن احمد سامي نفسه في الشكل الفني اللي بيقوم بيه دايما، في ان انا اخلي فريق ممكن يكون الى حد ما بعض اللاعبين او الامكانيات مش عاليه، ان انا اخلي فريق في مستوى الفني عالي، وده اللي قاله كابتن رضا عنك. ما اقول اقول ما هو كابتن رضا عشان برضو كابتن رضا برضو ليه نظره فنيه وانا بحترمها جدا. يعني يعني هو التقييم اللعيبه بالنسبه للناس تقييم فلوس ولا تقييم ايه؟ في لعيبه كتير جدا انا مراقبها بس ما كانش عندي الفرصه ان انا اجيبها من الممتاز به، لعيبه لا تقل عن اللعيبه اللي بتاخد 10 مليون و7 مليون جنيه. هي محتاجه حته الاجواء، واحنا بنحاول نعمل التكيف بين الممتاز به والدوري الممتاز عن طريق سيستم لعيب بتبقى حافظاه، وعن طريق بعض المواقف اللي بياخده. يعني حكم انا جايبه في شهر 1 سيرد باك، واول ماتش ليه كان ماتش الزمالك، الخواجه بيقول لك الخواجه السماد ابو قير انا جايبه من السنه اللي فاتت، وقعد فتره معايا ولعيب كوره كان حظه وحش ان هو ما راحش من زمان الدوري الممتاز. واحنا كنت حاطين عليه وانا جايبه فري كمان من الدوري، يعني هو خلص عقده في سماد ابو قير انا خدته فري، يعني لا يقل برضه لعيب من لا يقل عن لعيبه كتير جدا في الدوري الممتاز. فالتقييم بيبقى منقوص بالنسبه لبعض الناس، يعني كابتن رضا بيتكلم صح ان في جواهر في الممتاز به، بس انت برضو عندك حته العين يا ابو حميد بقى، العين هنا بقى اللي بتفرق. يعني انت مثلا جبت احمد حكم ده والخواجه دول من الدرجه الثانيه عاليه، يعني ايه ده؟ بالعكس، ده في لعيبه كانت محترفه في سموح السنه اللي فاتت وجاي من بره، دول اعلى منهم. يعني بصراحه لعيبه كبار يا كابتن رضا زي ما حضرتك بتقول، وانا شايف ان هي يعني محتاجه بس ايه، ان الناس تبقى عندها جرأه. حته اللعيب الدليفري مش حاجه كويسه، اللعيب اللي انت بتتعب وتراقبه بشكل كبير جدا فتره، وبغض النظر عن اي قناعات انت مقتنع بيه كلعيب، جيبه وخلي عندك وخليك جريء. لكن في اللعيبه الدليفري اللي بتلف على الانديه انا ما بحبهاش، يعني اللي لعب في 7-8 انديه انا ما بنجذبش ليه او بحب اجيبه. انا عايز لعيب عنده طموح، لعيب طموح ان هو يثبت نفسه، ويبقى حته كمان العقود بتبقى بالتدريج يا كابتن رضا. يعني يعني انا عندي العقود يا كابتن احمد، يعني عندي العقود يا كابتن رضا بالتدريج. يعني انت السنه اللي فاتت انت فنشت رابع، عدلت كل عقود اللعيبه واديتهم اللي يستحقوه، والسنه دي لو عمل حاجه اعدل لهم العقود تاني. لكن الكلام اللي في العقود هو مش قران خالص. لا، انت بتحقق لي 1-2-3 هتاخد 1-2-3، وده هيبقى بالاتفاق مع المدير الفني والاداره برضو كابتن، يعني اكيد ده بيبقى شيء مهم. لا، ما هو الحته طبعا رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره طبعا بالاتفاق معاهم، بس هو ده هي دي الحاجات اللي انا بشتغل عليها وهم عارفين الكلام ده. تمام. طيب، وده هيخليني اسالك كابتن، وما تردد في الفتره اللي فاتت عن ترشيح كابتن احمد للمنتخب الاولمبي؟
يعني المنتخب الاولمبي هو شرف لاي يعني في مدربين كبار معاك كابتن رضا وكمونه يعني وابو الدهب راجل محلل وكان لعيب كبير شرف لاي حد ان هو يترشح للمنتخب بس هو لسه لغايه دلوقتي يعني ما فيش حته هم لسه يعني ايه ما خدوش قرار دلوقتي لان المنتخب الاولمبي لسه عليه شويه تمام. يعني لسه عليه شويه المقصود يعني قصدي كابتن هل كابتن احمد سامي عنده الـ يعني فكره ان انا سموح انا ماشي معاك كويس وبالتالي في بعض المدربين يقول لك خلاص انا ماشي كويس في مكان يعني ايا كان حتى هو طب بيبقى تكليف اكتر طبعا المنتخب الاولمبي لكن راحتك انت بتبقى الاهم ما هو بص انا اقول لحضرتك طبعا يعني بعيد عن المنتخب مصر انا ما تخضع لبعض احصائيات لانك انت هتتحصر في سن معين هل هقدر انا ابقى اضيف للمجموعه دي ولا مش هقدر وهي القصه كده يعني هي مش قصه ان انا افرح ان انا رايح المنتخب خلاص وما اعملش حاجه لا هو لازم يعني ربنا قال لنا خدها بالاسباب فانا هشوف يعني ايه القصه ماشيه ازاي لكن هو شرف ليا نرى طبعا ان انا ابقى من ضمن المرشحين صحيح بص احمد وانت معايا بس عايز اقول لك على حاجه اتفضل يا كابتن ده اللي يفرق من مدرب لمدرب انت السنه اللي فاتت الدور الثاني كان معاك مصطفى فتحي واحمد عبد القادر اللي عملوا لك الشغل كله وفي ناس كتير السنه دي قالوا ان سموح هتقع واحمد سامي هيقع مش هيبقى مدرب زي السنه اللي فاتت لان كانت اللعيبه دي شايلاه فانت السنه دي عملت احسن من السنه اللي فاتت فاذا ان دي بصمتك وبصمه لعيبتك بدليل ان النهارده وانا بتفرج على الشوط الاولاني ودخل فيه الجون من ضربه جزاء انت رحت للجون 3-4 مرات عن طريق الاجناب او العمق هو دي بصمه المدرب ربنا يخليك شهاده اعتذر بيها يا كابتن والله ما بجاملك جدا يا كابتن ما بجاملوش مش بجاملك الحقيقه يعني هو توفيق ربنا واحنا بنحاول يا كابتن رضا برضه اقول لحضرتك على حاجه انا بحاول ارسم خريطه من النواحي الهجوميه والنواقص اللي عندي قبل الموسم يعني ايه بتصور بعض اللعيبه ان انا بقى عايز اجيبها وبتمنى ان انا اجيبها وقدراتهم الفرديه يعني قدراتهم الفرديه هتعمل لي ايه اضافه في النواحي الهجوميه من خلال السيستم الهجومي يعني ايه يعني مش اي لعيب يتعرض عليك انت بتاخده مع ان انا ما عنديش الفرايتي دي يعني انا بالنسبه لي انا عندي سقف للعيبه يعني انا كل يعني انا رقم 13 في الانديه من الانفاق الناس بس تبقى عارف سموحه مش حتى من قبل كده احنا مش ايوه لما كان الحاج فرج الله يمسيه بالخير بقى كان هو كان ناصح وواعي ومدقرم كان بيجيب اللعيبه اللي هي يعني برخص التراب ويبيعها بملايين فدي كانت حاجه تحسب له بالظبط هو يبيع بالزبط. كويس قوي انما كان ايديه كانت يعني بس يا كابتن رضا لو انت بقى يعني ايه حاولت تكمل سنتين ورا بعض بلعيبه مجموعه واحده لا انت ممكن تروح في حته كويسه قوي يعني وانت قاعد مطمن طبعا انا بقول ان دي بقى امكانيات يعني انت مثلا مع كل الاحترام لو انت ماسك فرقه زي بيراميدز دي وقعدت فيها سنتين هتاخد دوري مستريح الحمد لله على كل شيء طيب كابتن احمد برضو اخد رايك في ماتش النهارده بيراميدز والاهلي وهل واحد من ضمن اللاعبين اللي كانوا متواجدين معاك محمد عبد المنعم شايفه بنفس المستوى اللي يمكن كان في سموحه ثم مع منتخب مصر في الوقت الحالي مع الاهلي هل شايف في يعني امور في المستوى الفني الخاص بمحمد عبد المنعم هو بالنسبه للماتش اللي اتفرجت عليه يعني اصبحت الكور المرتده واسلوب الضغط هو اللي بيمثل مش شرط ان فرقه كبيره زي الاهلي ثابت حته بناء الهجمه لبيراميدز وفي الاخر استغلت اخطائهم فالكور المرتده هي حلم لاي مدرب ان هو يخلق المساحات بتاعت الكور المرتده ونادي الاهلي كسب بالكور المرتده النهارده صحيح مش بالتنظيم والتسلسل اللي المعروف وهو الشطاره انت بتضغط من انهي مساحه والشطاره ان هتغلط وتستنى غلطه الخصم ازاي وتحرز من اهداف صحيح لكن هو الاثنين اللي كانوا معايا السنه اللي فاتت منعم وعبد القادر لا منعم كمان لسه مستواه هيعلى اكتر من كده بكتير لان هو من اللعيبه السريعه وخصوصا لما بتلعب في فرقه كبيره وتبقى خطوطك دايما انت من الناحيه الهجوميه في شراسه من الناحيه الهجوميه انت دايما محتاج سرد باكات سريعه عشان تلحقك في الكور المرتده اللي عليك ودي اللي ادركها نادي الاهلي ورجع منها مشوار واحد صحيح. وخلي بالك انا برضو انا عندي في لعيب برضو بنادي الاهلي هيعمل طفره برضو السنه الجايه بس لو رجع ولعب مكان مين يا كابتن
انا بيكهام. بيكهام بيكهام من اللعيبه الكبيره جدا. الكابتن رضا والكباتن انا مستغرب ان ده مشي ازاي يا احمد من النادي الاهلي يعني. يعني زي ما استغربنا برضو على محمد عبد المنعم السنه اللي فاتت بعد ما كسر معاك الدنيا وجينا هنا قلنا لازم من اول الموسم فوجئنا ان السنه دي بيطلعوا بيكهام. ده بيكهام ده لو مدرب صح بيكهام كابتن رضا يلعبوا في بيكهام اتظلم شويه لان هو لعب باك رايت كان اكتر كان موجود في الوقت ده ما مش بتاعته يا ما هي دي ده بقى فكر مدرب. شوف انت بتلعبه فين دلوقتي وعامل ايه صحيح بالظبط. هو طبعا احمد عبد القادر يعني الشهاده يعني هتبقى مجروحه عشان انا كنت مدربه. لا هو هيبقى نمره واحد في الحته دي في مصر صحيح. كابتن احمد انا بشكرك ومنورنا دايما باستمرار كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه. وتعادل ايجابي النهارده مع سيراميكا 1-1 ونقطه يعني كابتن احمد بيقول انها نقطه يعني مهمه ويتكفي النهارده تزعل. هو كان عايز يكسب طبعا لكن نقطه بيقول لك انا يعني برضو فكره انك تخسر في ماتش لا طبعا مش وارده اكيد للفرق والمدير يعني لكن نقطه والتعادل ممكن يكون وارده في كره القدم. اسمحوا لي يا كابتن نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. نطلع لفاصل ان شاء الله ومكملين كلامنا عن مباراه الاهلي وبيراميدز النهارده مع كابتن مصر كابتن رضا وكابتن ابو الدهب وكابتن سمير كمون. طيب بعد اللقاء كان في تصريحات لموسيماني المدير الفني للنادي الاهلي وايضا كابتن ايهاب جلال المدير الفني لبيراميدز وهاخد راي طبعا وتعليق الكباتن في الاستوديو على التصريحات دي ونشوف يعني في بعض الامور ممكن تكون بالنسبه للناس بتوضح سير المباراه بالنسبه للاثنين المديرين الفنيين. يمكن موسيماني اتكلم عن المباراه كنا الاذكى طبعا بيتكلموا عن الفريق كنا الاذكى امام بيراميدز بعد عامين سيكون الاهلي مختلفا مثل سان داونز وبالتالي يعني هو كلامه طبعا انه بيقترب بشكل كبير خلاص من التجديد مع النادي الاهلي ده من خلال هذا التصريح. الفوز كان صعب بالنسبه لنا لا اعرف سبب صعوبته. بيراميدز فريق قوي ولديهم مدرب جيد لكننا كنا الاذكى. لعبنا بثلاث طرق خلال اللقاء نلعب بطريقه 3-4-3 بننجح في احراز الاهداف. هدفنا دوما هو الفوز نريد الفوز على سان داونز بامكاننا تحقيق نتيجة كبيرة نحن في أقصى تركيز لنا لأننا نريد الفوز بالدوري الذي لم نحققه في الموسم الماضي. بيتكلم هنا بقى عن سان داونز في الوقت الحالي وشكله الفني اللي انتوا شفتوه أو من خلال طبعا الجماهير الأهلاوية هم بيشاهدوا فريق سان داونز وأدائه أنه الشكل ده بقاله 8 سنين شغال عليه أو الفريق بقاله 8 سنين شغال عليه وأي فريق بيلعب مستقر لسنوات طويلة من الطبيعي أن يكون أداؤه في أقصى قوة له. طبعا هو ليه معنيين من خلال التصريح اللي بيقوله موسيماني عن سان داونز أنه هو رقم واحد هو عايز يستقر مع النادي الأهلي لمدة طويلة عشان يعني يبقى الشكل الفني أفضل أو عايز يقول أن سان داونز فريقه القديم هو اللي عمله من خلال السنين اللي كان قاعد فيها طويلة مع سان داونز. ده ليه معنيين بالنسبة للتصريح الخاص لمستر موسيماني. على الجانب الآخر كابتن إيهاب جلال اتكلم عن المباراة ان الاهلي كان اكثر توفيقا في المباراة وعبد الله ورمضان لم يتأثر بضغوط الجماهير النهاردة في الملعب اهدرنا العديد من الفرص من لكل من لكاي وابراهيم عادل وعندما تهدر الفرص مع فريق كبير تستقبل اكيد بلا شك ولكنني لا ارى اننا نستحق الخسارة. التغييرات لم تتأخر وسير المباراة لا يؤدي ابدا الى فوز الاهلي. سر تغيير عبد الله السعيد هو شد بسبب المجهود والاهلي استثمر الاخطاء وتغيير وادي كان من اجل لعب العرضيات والاهداف لم تكن بلعب من الاهلي ولكنها كانت بسبب كرات مقطوعه من اللاعبين. طيب تعليق اخذ تعليق كابتن كمون وارجع لك كابتن رضا. كابتن كمون ايه رايك في التصريحات وتعليقك عليها؟ مين؟ الاثنين مدربين؟ سمان يعني وهاب جلال؟
في تصريحات لموسيمانيا، عشان كده مستغرب بقول لك تصريحات مين يعني. انا يعني المؤتمر الصحفي يعني هم يعني كنا الاذكى. طب ما طبيعي النادي الاهلي يبقى اذكى من اي فرقه في مصر ويبقى مركز ويلعب على بطوله، ده عادي جدا. والفريق هيبقى احسن بعد سنتين، لسه نستنى سنتين عشان نتفرج الفريق ده يفرض اصلا مع الوقت يعني كل سنه هتبقى. انا برد بجاوب يعني هو افرض لا قدر الله حصل اخفاق للنادي الاهلي مثلا، حد هيستنى عليه او هيسموا عليه؟ لا طبعا، ده هو مش عارف يجدد دلوقتي، لسه هيستنى سنتين. تجديد بالنسبه له ايوه. تضحك على ايه؟ ايه الرضا في ايه؟ لا والله هو مش عارف يجدد، وده عندك حق فيه. طب اقول لك على حاجه، طب اقول لك على حاجه، استنى هو كابتن خطيب ما جددوش لغايه دلوقتي؟ مش مقتنعين. ليه؟ والله مش مقتنع يا ابني. ما العادي بتاعه ممتد، هو النادي الاهلي بيقعد مع بيمدد الفني. هو بيمدد معاه هم يعني. ما هو لسه هو الفكره ان في كلام ان هو بعد مباراه سان داونز يا كابتن، وفي اختلاف يا كابتن، هيكون في خلاص القعده النهائيه. تمام، ده بعد مباراه سان داونز القادمه والقعده النهائيه. طب وقت خسر سان داونز هيجدد؟ دي وجهه نظر بقى. انا يعني هو بص انا يعني كل ماتش ما كان قال لك بعد بيراميدز، بعد مش عارف ماتش الزمالك، بعد ماتش مش عارف، بعد كاس العالم للانديه، مش كده اللي بيحصل؟ ايوه خلي بالك، في اختلاف قريبه قوي قوي من بعض. ولو يعني انت لو قعدت ده هي ساعه، ما هو في اختلاف على التجديد. وانت ماتشات قريبه هو هيلعب؟ ايوه حتى الان ولا هينزلوا الاثنين معينه ما اتفقوش عليها. في ناس بس في حاجه كده فيها مشكله، في اختلاف في الاراء داخل النادي الاهلي. ايوه كابتن خطيب بيدرس كل حاجه بدقه جامده جدا، لكن شركه الكوره مش موافقه على تجديد موسيماني. ده رقم ولا معنا. ولا الناس من التخطيط ولا لجنه التخطيط. تمام، وفي مشكله على ال ألف دولار اللي هي الكوميشن، مش عارفين راحه فين. انا بقول لك في بعض ده وارد، انا ماشي البنود وبعض الاختلافات في حاجات كتير ده في انديه العالم كلها، وبالتالي تحديد الموقف الخاص بموسيماني هو ما بعد مباراه في هنا تصريح مش عاجبني. لعبنا بثلاث طرق، ثلاث طرق يعني ثلاث طرق النهارده لعب بيهم 3-4-3، او كانش بيلعب 3-4-3 يعني. لا هو بيتكلم يعني ان لما بنلعب ب3-4-3 بنجيب اهداف، بيجيب لا هو لما بيلعب 4-2-3-1 بيجيب اهداف اكتر، بدليل ان هو لعب في المقصه كده، ولعب في فاركو كده، ولعب الاسماعيلي كده، الاسماعيلي والنهارده لعب كده، والزمالك كده بيسجل والزمالك. فهو لعب بطريقه 4-2-3-1 يثبت الطريقه دي، وما يقولش 3-4-3 لان انت حاطط ديانج وحمدي فتحي اتنين على الدايره، يبقى فين بقى ثلاثة؟ يبقى فين 3-4-3؟ لما بيغيرها يا كابتن انا بقول لك حتى لو غيرها طلع احمد عبد القادر ونزل السلية. السلية ماشي، اشتغل بالطريقه دي. طب الشكل العام بتاع الفرقه مش الدور ما شو الثاني لعب 4-4-2 في وقت من الاوقات، في وقت من الاوقات، لكن بنتكلم على في بدايته يعني. ما التشكيل مع الطريقه نفسها يا فاروق اللي بتناسب النادي الاهلي هي 4-2-3-1 يا رضا. طيب النادي الاهلي بيبقى شكله افضل. عندك تعليق على اي تصريحات موسيماني في الوقت ده؟ لا تصريحات عاديه كلها. طيب عندك حاجه على الكابتن ايهاب جلال؟ طيب الكابتن ايهاب جلال بيتكلم بطبع، بيقول النادي الاهلي افضل، واحنا يعني دخلنا المباراه متاخر والكلام ده كله، فده طبيعي، هو ده الواضح، هو ده اللي كان يعني. تتفق معاه في ان الاهداف الاهلي ما جاتش من لعب للاهلي، هي اخطاء من البيراميدز؟ لا، في هدف بتاع سوليه ده ابداع، هدف قفشه ده مهاره ومراوغه وترقيص على اعلى مستوى. تتكلم شريف ده جاب الجول مع ضغط غلطه لا غلطه دفاعيه، الهدف بتاع شريف بس. لا هو الثاني بتاع محمد شريف بالاسيست بتاع عبد الله. لا ده مش دفاعي، ده في نص الملعب ميس باس، ملوش دعوه بالملعب. ايه ده على 18 يابا وعايز يغير راحت الاجنحه على 18؟ ده عبد الله السعيد مش مدافع. ايوه ماشي، عملها ميس باس، بيباص بالعرض، في حد بيباص بالعرض كده، ما هي غلطه بس ده راجل في نص الملعب يعني غلطه طيب الاكثر توفيقا هو الاهلي، رايك في يعني كسب عشان هو اكثر توفيقا يعني الاهلي عشان موفق وكان الافضل؟ كان النهارده الاهلي كان شكله حلو، الاهلي كان شكله حلو. طيب كابتن رضا عندك تعليق على تصريحات موسيماني؟ طبعا عندي تعليق. اتفضل. اولا الاثنين بصراحه كلامهم ما خش دماغي، وكله سمك لبن وضحك على الدقون، ده كلامهم الاثنين. بس انا هقف هنا على تصريح موسيماني، ده بيقلل من النادي الاهلي. بعد عامين سيكون الاهلي مختلف مثل سان داونز. ده نادي الاهلي يا عم، نادي القرن، انت ماسك نادي القرن، وسان داونز ده نادي القرن؟ سان داونز ده بتضحك علينا بقى ولا بتضحك على نفسك؟ قال بعد وحد هيستناك، ده انت مش عارف تجدد صحيح على راي سمير. يعني انت لغايه دلوقتي ده يدينه التصريح ده يدينه، بعد عامين وحد هيستناك؟
ده مش طايقينك دلوقتي، ده مش راضيين يجددوا معاك. انا قلت ان هم مش طايقينه بس يا عمي، بس سيبنا اتكلم. ما انا سايبك والله. أيوة اتكلم. بس انت مين قالك ان هم مش طايقينه؟ طب ده تصريح انت كراجل اهلاوي. انا مش طايقك عشان افوضك. لا انا بس ليه؟ انت كراجل اهلاوي التصريح ده يستفزك ولا ما يستفزكش؟ هو فكره ان انا اقعد وانت زي صن داونز، يعني صن داونز دي بقى فرقه عالميه، بايرن ميونخ واحنا ما نعرفش. كابتن هو ما عشان يتغلب من هنا كده، هو بيتكلم عمليه الاستقرار هتخلي الفريق استقرار ايه؟ انت بقالك ثلاث داخل في الثالثه، عايز تمسك تاني اكتر من كده ايه؟ يعني عايز تمسك تاني اكتر من كده ايه؟ او في هو النادي الاهلي قال لك حاجه؟ ده النادي الاهلي فرشت لك وجايب لك لبن العصفور زي ما بيقولوا، انما ده التصريح ده لا هو لازم يتحاسب عليه عشان اتغلب من صن داونز، خايف يتغلب هناك. يا عم انا لا، هو النادي الاهلي بجلاله خايف، هو خايف مش حاسس بالنعمه اللي هو فيها. بعد سنتين هيبقى زي صن داونز؟ هو مش حاسس بالنعمه اللي هو فيها يا كابتن رضا، عشان كده انا بقول كابتن. كابتن مش عايز برضو فاروق طب قول لي التصريحات تتاخد على يعني على حسب ما امال الكلام ده ايه يا فاروق؟ انا بقول لك هو بيتكلم بعد ما يكون إيه؟ الاهلي مختلفا زي صن داونز. مش قول لي اختلاف صن داونز ايه؟ وهو معاه لما قعد السبع سنين يا كابتن، والتجديد بعد كده هم بيجددوا بالسبع سنين كانوا معايا. شكل صن داونز بقى اكثر استقرارا. هو الراجل بيتكلم كده. ما كانش في مدربين في جنوب افريقيا. انت شفت مدربين في جنوب افريقيا؟ احنا ما شفناش الا هو بس. طب هو مشي عمالين يمسكوا مساعد المساعد 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 ايه؟ جابوا مدرب عالمي ما جابوش. يعني انت قصدك ان موسيماني قصده لا صن داونز افضل من الاهلي يعني؟ طب وليه ما يكونش بيتكلم؟ ايوه يعني دلوقتي ان والنبي ما تطبلش. انا مش هطبل، انا بس هاخد بس. لا طب انا اقول لك، لا والنبي ما تطبلش. لا والنبي ما تطبلش. انا جاي لك لا اقول لك انا جاي لك. طب استنى، هو التصريح ده انت فسره ايه؟ ممكن يكون بيتكلم على المستقبل للنادي الاهلي. انا بكلمك يعني انت قصدك بقاله 3 سنين ماسك. قصدك يا كابتن رضا ان موسيماني بيقول ان صن داونز افضل من الاهلي دلوقتي؟ لا مش كده. هو بيقول لك ان انت يعني النادي الاهلي بعد سنتين هيبقى زي صن داونز، مثل صن داونز. ايوه قول لي انت بقى. ايوه يعني صن داونز افضل من الاهلي دلوقتي؟ طب ما هو كده كلام يعني. ده اللي انت قصدك عليه؟ لا انا بقول لك هو المقصود ان هيبقى في يعني ما يبقى معاه المستوى هيزيد بعد نفس ما حصل زي ما حصل مع صن داونز. لا ده تطبيل يا فاروق. لا والله مش بطبل يا كابتن، بالعقل انا فاهمك كده. عندك تعريف تاني؟ لا ما عنديش، بس هو البوست ده او بعد سنتين. ما واضح جدا بعد سنتين يعني انت هتبقى زي يعني لسه الاهلي بقى فرقه التشكيل هتبقى زيك زي صن داونز. اقول لي انت بقى الاهلي بجلاله قدره هيبقى زي صن داونز بعد سنتين؟ الله ينور عليك. انت يا ابني حط ايدك في ايدي معايا على الخط. انت فاهم انا التصريح برضو مش كده كابتن. امال ايه؟ قول لي. وانا زي ما بقول لك عمليه الاستقرار معايا او مع هتبقى زي صن داونز يعني بعد سنه بعد البطولات دي كلها. صن داونز ما استقريت معايا. صن داونز واخد كام سنه بس؟ صن داونز واخد كام بطوله افريقيا؟ واحده. طيب النادي الاهلي واخد كام؟ 10 10 صح؟ 43 دوري. يبقى مين اللي يبقى زي مين؟ هو الراجل ده مغيب ولا ايه؟ يدي يا فاروق. طب هنا بيبين نيه الراجل ان هو عايز يكمل. ممكن اقول حاجه؟ تمام ده حاجه ما يقول اكمل. اصل هو كان قبل كده يقول لك اصل عنده عروض من بره، ولكن الراجل يا عم عنده عروض وحياه ربنا ده بقى له قدام وقال كمون. هو دلوقتي لازم ياخد النادي الاهلي نموذج لاي فرقه في افريقيا. احنا ما بنطبلش لحد ولا بنجادل. اي مثل للنادي الاهلي ومثل والزمالك، حتى كمان الزمالك لما يذكر الاهلي والزمالك اي مثل لفرقه في افريقيا او في العرب. ده احنا ابطال افريقيا على مستوى المنتخب. يعني التصريح ده مستوى الانديه. التصريح ده كمونة ما يعديش. لا طبعا الواحده ليه؟ ما الراجل لازم يقول تصريحات. ده مدير فني لازم يقول. يا ما يبقى حاجه مقنعه. ما قالش هو انا زي بقول لك حاجه مقنعه يا كابتن. اقرا التصريح بيقول لك استقرار بعد 8 سنين شفت النتيجه. يا لا لا ده 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 ما هو هو نفسه. ما هو هو لا يا حبيبي ازاي؟ لا يا حبيبي اقرا انت يا كابتن. بعد سنتين كابتن اربطه باللي هو قصده عليه الثمان سنين. لان بقول لك لا سيبك من اللي تحت فتره طويله. سيبك من اللي تحت. انا بكلمك على ده. بعد عامين سيكون الاهلي مختلف. تاني واحد تاني واحد تحطش السم في العسل كابتن بس لان ده مرتبط بده. بتقول ايه؟ تحطش السم في العسل وربنا انتوا اللي بتطبلوا وربنا. ده يا ابني ده انا واحد من الناس. انا التصريح ده بصراحه هو تملي بيخونوا التعبير في تصريحاته وفاروق. طيب كابتن ابو الدهب يعني لو عندك تعليق على او لو انت معترض على كلام الكباتن في تعليقه او تفسير التعليق. يعني انا مش عارف هم او يعني تصريح. كابتن رضا اشاد بالراجل في بدايه الحلقه. ايوه قلت اتكلم ما قلناش حاجه ماشي. وكمونه قال لك ان موسيماني درس فرقه بيراميدز وبعدين الكلام اتغير. يعني لا ما اتغيرش. لا ما هو المدير الفني هو اللي كسب بيراميدز، هو اللي كسب الزمالك، هو اللي كسب وهيكسب اي حد.
يا عم الاهلي حبيبي يعني. انا قلت كلامي واضح وصريح، قلت دلوقتي يا محمود النهارده ابداع النادي الاهلي ده لعيبه النادي الاهلي. اقول لك على حاجه بقى، ده اللي انا قلت. سيبك من تصريحات مشومان، انت كسبت 3 بونت وكانت فرقه راكبه الدوري، انت كسبت وركبت دلوقتي، ده طبيعي. انت عايز تاخد الدوري صح يا فاروق، لكن انت بتتكلم على تصريحات الكابتن ايهاب جلال. الاهلي اكثر توفيق، الاهلي عمره ما كان موافق، الاهلي بيلعب للمكسب، الاهلي بيلعب وعارف ان انت الكره فيها توفيق محمود مرتضى، واخد بالك؟ لا كسبتك ونزلتك 3 بونت، لكن النهارده هل مدير فن النهارده بيقول في اخطاء؟ لا ده في اخطاء، لان نتيجه الفرقه بتاعتك كانت عصبيه، بيلعبوا باداء عصبي. النهارده شفنا الخطا اللي بين احمد سامي والجون، لا ده ما حدش يعمله يعني، المفروض بنتكلم يبقى في انسجام. ما اخطاء، لا في اخطاء شديده في 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 طيب ما اخطاء الجون الاولاني خطا والجون طيب الثاني. انا بذكائي بقى بانتشار الجيد ككره، انا بخلي يا جماعه الكره بقى هنا ليك وتبقى حلو قوي. انا استغلت الاخطاء دي يا فاروق وقدرت اكسب وبيراميدز ما قدرش. يعني انت النهارده الدنيا كلها كان بتقول ايه قبل المباراه؟ بيراميدز هيكسب، ده الاهلي خايف يلعب بيراميدز، ده الاهلي مش عاوز ياجل، ده الاهلي مطلع بيان الحكام ان خايف. لا اللي ما بيخافش، لا النهارده الاهلي كسب وكسب بشكل كويس وكل ماتش بيهدف. طب اتلغى الكاس ليه؟ ايه؟ طب طالما الاهلي ما بيكفش اتلغى الكاس لو بيكسب بالنتائج. لا يا كابتن انت لما يلعب الكاس ده كان ظروف دولة. لا كروش اللي طيب. طلب ان يتلغى ماتش النهارده كابتن، والله اتحاد الكوره طلب من كروش، كروش اللي طلب يتلغي. وش اذا كان ما يعرفش حاجه. طب يا كابتن ما انت عملت كاس لا لا كابتن انت عملت كاس الرابطه للتصحيح، بس للتصحيح كروش قال لك لا انا ما كانش عندي قول له ان يتاجل. طيب يبقى اتحاد الكوره اللي لغاه. طيب ماشي، للظروف الخاصه بالمنتخب في الوقت ده. طيب ماتش النهارده والحاله البدنيه وكميه الجري اللي حصلت النهارده تاثر على ماتش الاهلي، لان فكره تاجيل الاهلي لماتش كان الخوف من الاصابات او الاجهاد البدني في ماتش يبقى موجود في ماتش هيروح ان شاء الله تبقى المعنويات عاليه جدا. بص حتى لو انت ما كنتش لعبت الماتش ده انت هتروح في جو عارف ان في الرطوبه عامله ازاي، الملعب عامل ازاي، الجماهير عامله ازاي، كل العوامل دي. والنادي الاهلي اصلا خبرته يعني هتعدي الماتش ده باي وسيله، واخد بالك؟ سواء اجلت او ما اجلت، بس بالعكس ان انت رايح منتشي، انت كسبت الفرقه اللي هي كانت راكبه الجدول وانت دلوقتي عديتها، واخد بالك؟ فدي هتديك دفعه معنويه كبيره ان شاء الله هتروح هناك. هو عامه الاهلي عنده ماتش بعد كده المريخ يعني. لا خلينا بس في الماتش ده. ايوه انا باخد الترتيب، حتى لو لا قدر الله الاهلي مثلا ما كسبش ماتش زي ده، عنده ماتشين هنا هيعوض. بالظبط هيعوض الهلال والمريخ يكسبهم وبالتالي الامور. بص الاهلي ما علوش قلق في افريقيا، يعني في افريقيا النادي الاهلي ما علوش قلق. القلق ماتش الوداد اللي جاي يوم بالنسبه للنادي الزمالك. طيب هكلمكم عليه، عندك حاجه يا كابتن الماتش الجاي؟ هل ده ممكن الماتش النهارده يكون فيه تاثير خاص للاعبين او على اللاعبين في الماتش اللي جاي، ولا الامور ماشيه برضو يعني النهارده المكسب ده يخلي الفرقه احسن واحسن؟ لا مفيش، النادي الاهلي عنده خبرات وعنده لعيبه وعنده فرقتين يعني ما يقدرش يتاثر النادي الاهلي وبيمر بظروف وبيقدر يعديها، بيلعب فرقه كبيره زي سان داونز ومر بظروف دي قبل كده، لكن فرق الايام لا طبعا عنده لعيبه تقدر تعوض. هو النهارده على طول وبالتالي هيروح يريحهم. هو النهارده رايح سوليه عشان ممكن يبدا بين المباراه اللي جايه، ممكن يلعب بثلاثه في نص الملعب بديانج وحمدي فتحي وسوليه، ففضل ان هو رايح يعني نجم الفريق اللي هو سوليه. لكن النادي الاهلي محتفظ بلياقته البدنيه ومحتفظ بابداعه، يقدر ان هو يعمل مباراه كويسه، ونتمنى له التوفيق مباراه السبت. كابتن برده ماتش سان داونز شايفه ازاي برده؟ لا المباراة بعد ماتش النهارده كمان لا تديله دفعه قويه، واكيد النادي الاهلي بيعوض وبيعرف يعوض، عنده خبرات وان شاء الله يقدر يكسب ان شاء الله ويرجع بنادي. طيب تدوني تقييمات للفرقتين النهارده كابتن. انا هاخد بيراميدز النهارده كمان من خلال برضو تواجد حضراتكم، ليس الاهلي فقط ونجم اللقاء بالنسبه للماتش. كابتن رضا اتفضل. اقول كله ولا واحد واحد؟ تقول لي لا ادي كل الفريق. الشناوي 5، الاهلي وبيراميدز، علي معلول 6، محمد عبد المنعم 6، ياسر ابراهيم 5، محمد داني 5، حمدي فتحي 4، اليو ديانج 6، احمد عبد القادر 3، قفشه 8، بيرسي تاو 2، محمد شريف 6، تغييرات سوليه 7، حسين الشحاته 4، ايمن اشرف ما لحقش، ما حسيتش بيه خالص، ما شفتوش، مكسوني على الكره اللي هو شاطها دوت ياخد 4، مكسوني 4 في شاط واحده جنب القائم ده يعني بيعبر عن نفسه، وطبعا كريم فؤاد ما لحقش برضه. طيب نجم اللقاء من وجهه نظر كابتن قفشه. طيب عايز تدي الارقام للبيراميدز؟ عشان اخلص. طيب شريف 3، محمد حمد 4، احمد سامي 2، علي جبر 6، عمر جابر 2، دونجا 7، وليد الكارت 2،
رمضان صبح 4، عبد الله السعيد 3، ابراهيم عادل 1، لقاي دوت 1. طيب والاثنين اللي نزلوا ما لحقوش. كابتن ابو الذهب، يعني خلينا اقول لك الشناوي 6، محمد هاني 6، ياسر ابراهيم 6، محمد عبد المنعم 5، علي معلول 7، ديانج 8، حمدي فتحي 5، احمد عبد القادر 5، بيرس تاو 3، قفشة 8، محمد شريف 9. بيراميدز يعني السوليه، بيراميدز لا لا عايز اكمل السوليه. لا انا بقول لك السوليه 6، الجون الجميل اللي جابه حسين الشحاتم كان ضيع فرصتين النهارده 4، ايمن اشرف محرم يختبر نفس الطريقه، لويس مكسوني، كريم فؤاد ما اختبروش. طيب بيراميدز كابتن شريف اكرامي ياخد 4، عمر جابر 4، علي جابر 6، احمد سامي 3 الغلطه بتاعت الجون، محمد حمدي 4، وليد الكارت 4، دونجا 5، عبد الله سعيد ما شفتوش كتير النهارده ياخد 4، ابراهيم عادل نجم المباراه في بيراميدز ياخد 7، رمضان صبحي كان متاثر تاثير كبير النهارده اديله 5، لقاي ده اديله 6. نجم اللقاء بالنسبه لك كابتن النهارده؟ لا قفشه. قفشه كابتن كمونه. بالنسبه للنادي الاهلي محمد الشناوي اديله 7، علي معلول 6، محمد عبد المنعم 6، ياسر ابراهيم 5، ومحمد هاني 5، حمدي فتحي 6، ايليو يانج 8، احمد عبد القادر 3، كان من اقل ماتشاته النهارده لازم يشد حيله اكتر من كده شويه عشان يرجع لمستواه، قفشه 10 على 10، بيرس تاو 0، محمد شريف 10 على 10. تمام. عمرو السوليه طبعا مليون على 10، الهدف اللي جابه وراجل مريح ونازل وعنده خبرات ويقدر ان هو ياخد 10 على 10 النهارده، الحقيقه لعيب هايل وبقى يعني الحقيقه عنده خبرات عاليه جدا. حسين الشحات 2، ايمن اشرف 2، لويس مكسوني 0، كريم فؤاد 2. بيراميدز كابتن بيراميدز طبعا شريف اكرامي 3، خط الظهر كله 3 لان هم ما كانش موافقين النهارده، ما كانش عندهم رقابه وعندهم مشاكل دفاعيه، دونجا 6، وليد الكارتي 5، رمضان صبحي 5، عبد الله سعيد 5، ابراهيم عادل 7، كان افضل لاعبي بيراميدز النهارده، ولقاي يديله 3. محمود وادي لما نزل مع نجم اللقاء نجم اللقاء من وجهه نظري مجدي قفشه. قفشه تتفقوا على ان قفشه النهارده كان متفوق بشكل كبير، عمل كل حاجه. تفتكروا يتم اختياره في القائمه الخاصه بتاعت المنتخب كابتن؟ المفروض يعني بعد اعتزال عبد الله السعيد يبقى ده لازم يروح، حتى لو كمان اللي بقاله يعني فتره مع قفشه ماشي كمان بشكل كويس طبعا بيهدف وبيعمل اسيستات دلوقتي يعني. طيب رجع لحالته، هطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل، عندي فقره نمبر 1 معاكم كابتن، وعندي كم فاروق المدير الفني هنا وهنا سليماني وهاب جلال، عايز تدي تقييم؟ لو انت عايز تقييم طب قول لي تقييم سريع قبل ما اطلع لفاصل، تدي كام من 10 لموسيماني؟ موسيماني 5 وهاب جلال 2. كابتن رضا 4-0 لمين يا كابتن هاب؟ صفر. اه طيب كل احترام طبعا. كابتن ابو الده موسيماني 10 ماشي، هاب جلال 5 ماشي. اوكي خلاص كابتن، بص كابتن ابو الدهب لا خلاص برضه مش هيمسك. طيب نطلع لفاصل، نطلع لفاصل ونكمل كلامنا بعد وقفنا وفقره نمبر 1، وعندي كام سؤال كده خاص طبعا بمباراه الزمالك والوداد، يعني ما دام احنا كمان اتكلمنا عن مباراه سان داونز ورايهم في مباراه سان داونز يوم السبت القادم، عندنا مباراه مهمه ايضا لنادي الزمالك امام الوداد يوم الجمعه القادمه ان شاء الله، نسال كباتن مصر بعد الفاصل عليها. طيب مكملين مع حضراتكم، كابتن رضا، كابتن ابو الذهب، كابتن كمونه، زي ما اتكلمنا عن الاهلي وفي مباراه سان داونز وهل مباراه اليوم هيبقى ليها تاثير ايجابي عن في المباراه القادمه بالنسبه لدوري الابطال، قلت لي في الحاله المعنويه نفسها هتبقى تمام، مفيش مشاكل في الجزء البدني والفني بالنسبه للاعبين. عايز اسالك على الزمالك،
في اولى مباراه فريره بقى مع نادي الزمالك، ممكن تشوف الزمالك هيكون شكله عامل ازاي؟ هل هيبقى في اختلاف؟ لا، هو الغربال الجديد دايما هيبقى له شده. طبعا كله عايز يثبت ان هو احق بالمكانه دي او بمكانه في الفريق. انما يعني انا مبسوط جدا 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 ان المستشار مرتضى لبى نداء جماهير الزمالك وجاب لهم فييرا ولا فريرا، فريرا واخد بالك، اللي هو الاسطوره. وبعد كده جمهور الزمالك نفسه هو اللي هيطالب باقاله فريرا. ليه يا رضا مدرب كويس؟ اسمع بس، في حاجات، في حاجات كتيره قوي هتعوقه. خد دوري وكاس 2015. ايوه، عشان كان في لعيبه هنا وما كانش. دلوقتي في لعيبه، ما فيش الا اربع خمس لعيبه وهيجددوا لهم. المستشار قعد معاهم واتفقوا ووعدوه ان هو يجددوا. كمان عارف اخبار النادي ايه؟ خلي مين بيقعد هنا والترابيزه رقم كام؟ وانا بتكلم غلط؟ لا انا بتكلم الواقع يعني. فانا بقول لك طريقه لعبه هو قبل ما يمشي. طريقه لعبه اللي هو بيلعب بثلاثه ديفندرات، انت عندك ثلاثه ديفندرات مثلا عشان ينفذوا له. لا مفيش غير طارق حامد. تاني حاجه بقى، انت شايف الفرقه يعني عنده. مين عنده دلوقتي فيرود يجيب له جون؟ عندك عمر السعيد وعندك سيف الدين الجزيري. فما عندكش حد من دولت يهدف. عندك المسلوس، الله مصلى على النبي، حاجه تفرح، هو الوحيد اللي فايق في مصر. كل الزمالكاوي بتعترض عليه. انا ما اعرفش ده بيلعب كوره في نادي الزمالك ازاي. على العموم يعني، فانا بقول لك في حاجات كتيره هتعوقه، وبعد كده جماهير نادي الزمالك اللي طلبت بيه هي اللي هتقول لك يمشي يرى. تتوقع الماتش ده النادي؟ انا بقول لك الغربال الجديد له شده، اللعيبه يعني هتنزل هتشد وبتاع، وبعدين خسرانين لازم يبقى عندهم دم بقى بصراحه يعني. لازم يبقى في دم، لان انا خسرت هناك 3-1، اقل حاجه اكسب 1-0 ارد اعتباري. اي مكسب. بس طارق حامد دلوقتي غيابه مؤثر كابتن على نادي الزمالك؟ لا لا. ازاي يا عم انت مالك؟ ازاي انت شايف ان هو مؤثر؟ طبعا. طيب انا مش شايف، انا ما بشوفش، مش شايف حاجه. طيب كابتن ابو الدهب، شايف مباراه الزمالك القادمه امام الوداد يا كابتن، واول ماتش لفييرا، الشكل الفني هل هيبقى فيه اختلاف تغيير عن المباراه الاخيره في الدوري الممتاز اللي كان موجود فيها كابتن اسامه نبيه كمدير فني مؤقت في الماتش ده؟ لا، هو كان ماسك مؤقت، وانا شايف ان هيبقى في استقرار الفتره الجايه في نادي الزمالك، لان المستشار مرتضى او مجلس الاداره بيحاول يعملوا ثوره تصحيح زي ما بيقولوا، ان اللعيبه تجدد، اللعيبه تبقى موجوده. لكن انا شايف ان في روح من الماتشين اللي فاتوا مع الكابتن اسامه نبيه، لا في روح، والزمالك الوقت بقى بيكسب في الدقيقه الاخيره، اللعيبه كلها بتأدي بشكل جيد. فانا شايف ان فريرا ان شاء الله يعني ينجح مع نادي الزمالك، لان نجح قبل كده في 2015 واخد دوري واخد كاس. فاكيد انا شايف انه راجل، لو هم في نادي الزمالك مش شايفين ان هو هيفيد نادي الزمالك ما كانش جابوه على فكره. لكن هو مدير فني محترم، ومدير فني ممكن هو شاف الماتش اللي فات، كان قاعد في المقصوره وشاف بعينه كويس جدا. فاكيد ان شاء الله يعملوا حاجه كويسه في سواء في افريقيا او في الدوري. رايك كابتن برضه في الماتش الجاي، واولى بقى الماتشات لفريرا، وهل ده ممكن يكون انطلاقه جديده لفريق نادي الزمالك مع المدير الفني الجديد؟ اكيد اكيد، المدرب الجديد ليه شد غير بتاعت رضا بقى. ليه شن؟ اوكي. مدرب، انا من وجهه نظر ان هو مدرب كويس، ولعب مع نادي الزمالك قبل كده، ومعظم اللعيبه دي لعبت معاه وعارفينه، بالاضافه كمان لبن شرقي بقى واوباما وجزيري وعمر كل الناس اللي موجوده دي طبعا اضافه لنادي الزمالك، وهيقدر يعمل حاجه معاهم، وعنده سكواد كويس قوي من اللعيبه، ويقدر ان هو يعوض مباراه الوداد. هيكسب هنا الوداد، هيعمل مباراه كويسه. اي مدير فني بيمسك جديد، اول مباراه بالنسبه له، دوافع اللعيبه تبقى عاليه قوي، وكله عايز يطلع افضل حاجه عنده. وده اللي انا شايفه، ان هو بيجتمع باللعيبه كتير، بيعمل محاضرات نظري وبيطبق عملي، ويعني عايز يشتغل. وفي تفاؤل من جماهير نادي الزمالك ومجلس الاداره، وانا شايف ان هو اول مباراه ليه هتبقى دفعه قويه للعيبه وجماهير نادي الزمالك. طيب قبل ما اخد فقره نمبر 1، سؤالي ليك كابتن رضا، انت بتقول ان رجوع فريرا مره اخرى ده حاجه حلوه لجماهير نادي الزمالك لشيء معين انت بتقول عليه، اللي هو مطلب جماهيري. مطلب جماهيري، لكن فنيا انا قلت لك فنيا ان هو مش هيبقى ده، كان بيلعب من قبل ما يمشي في 2014 و 2015. يعني 2014 2015 فريرا ما عملش الفارق مع نادي الزمالك؟ هل حصوله على بطوله الدوري والكاس كان اسباب
ان الفريق الاخر الاهلي مثلا ما كانش في حالته مثلا؟ لا ما كانش في فرقه في مصر في حالتها دي، رقم واحد. رقم اتنين، وكان ساعتها يضيع منه الدوري لان كان الفارق هو مسك تولى المسؤوليه وفي 12 نقطه فرق بينه وكان بين النادي الاهلي، وكان في مشاكل في النادي الاهلي والكلام ده. لما في مدرب يجي ويبقى ماسك 12 نقطه ويجي بعد كده تنزل لست نقط، يبقى ده ايه؟ المفروض ان السكور يزيد ويوسع، واخد بالك؟ انما ست نقط ولو كان في ماتشات تانية كانت هتبقى مشكله. بس هو سي في كبير، مدرب خبره. ليه دعوه كبير ولا صغير؟ انا ماليش دعوه، انا بكلمك على اللي انا فاكره. دي حاجه. تاني حاجه، انا مش قابله لا من قريب ولا من بعيد، لان ساب نادي الزمالك ومشي. لا يا كابتن، ده من اللي مشوه المجلس الاداره مشوه. يابا لا، لا بعد ماتش السوبر اللي كان في يابا لا ما تلطش بس في مش بلطش في الامارات يا حبيبي. لا فيريرا مشي وكارترون مشي وسابوا النادي ومشي. يابا لا اسمعني بس، ده جه وبدا الدوري الجديد اتعادل مع طلائع الجيش واسوان، وبعد كده كنا داخلين على بطوله الامم الافريقيه. كابتن مشي بعد السوبر يا لا في الامارات يا جدع. انا بصحح لك معلوماتك يا تراين. اراه على دي على اللي انت عايزه. طيب حد من الاعداد بس يقول لنا كمل الدوري يعني مشي بدا الدوري. لا بدا الدوري وبعد كده مشي اثناء الراحه بتاعه البطوله الافريقيه اللي كانت مصر تلعبها، جاب عقد ومشي. خش معاه في الراحه. طب ماشي، مشي بعد ماتش السوبر الاهلي اللي اتغلبوا فيه، ساب الفرقه ومشي، وكارترون ساب الفرقه ومشي ورجعوه تاني، وباتشيك ودي وباتشيك والثلاث مدربين دول. هو لا يا كابتن، بص هو لعب كام ماتش في الدوري اطران على ايه؟ استنى بس اطران يعني على ايه بيقول لي بس هيقول لك كام ماتش بالظبط. بس هو بعد السوبر لعب ماتش. خد يا عم التليفون حلال عليك. تراهم بقى طيب. انت مش قيمتك. طيب يعني رايك يا كابتن ان ما تلم يعني ما في الوقت اللي فريرا فيه كان موجود في الدوري كان بالنسبه للفرق الاخرى ما كانتش في حالتها، وبالتالي ده لما خد لما جه بدا الموسم بقى. هو لو كان راجل مثلا بعد ما المستشار مرتضى في ماتش السوبر ما سلمش عليه، كان لو هو راجل محترم كان سلام عليكم انا ماشي وكان مشي. انما هو بدا الموسم الجديد لعب ماتشين اتعادل مع طلائع الجيش واسوان وقام جاي من طلائع الجيش. طيب عشان فقره نمبر 1 يا كابتن مهمه بالنسبه لنا جدا، خلينا كنت بس عايز اسال السؤال ده عن فريرا من وجهه نظرك الشخصيه. نبتدي ناخدها مع حضراتكم بالنسبه لفقره نمبر 1. افضل لاعب في الاهلي النهارده امام بيراميدز يا كابتن؟ قفشه محمد شريف الشناوي كباتن. قفشه. طيب افضل لاعب في بيراميدز امام الاهلي النهارده محمد حمدي ولا شريف اكرامي ولا دونجا؟ دونجا كابتن. دونجا افضل. دونجا برضه. افضل حكم في الدوري الموسم ده كابتن؟ كابتن محمد عادل، محمد الحنفي، محمود البنا. محمد الحنفي. انا البنا. البنا كابتن كمون. حنفي. افضل مدرب في الموسم ده حتى الان ايهاب جلال، موسيماني، احمد سامي. اتفضل يا كابتن رضا. احمد سامي. موسيماني. كابتن كمون. يعني هو موسيماني بس احمد سامي عجبني برضه. طيب افضل لاعب محلي في الدوري حتى الان زيزو، قفشه، احمد رفعت. اتفضل يا كابتن رضا. زيزو. اتفضل يا كابتن زيزو. كابتن كمون. قفشه لسه بدا يفوق. افضل لاعب محترف في الدوري ده بيستاو ولا ابوكا ولا وليد الكارت؟ كابتن رضا اتفضل. ابوكا ده بتاع مين؟ بتاع امبي الهداف بتاعهم. فيرود هجام يعني. اتفرجت عليه. مين يا كابتن؟ ابوكا. ابوكا كابتن بيرستاو. بيرستاو كابتن كمون. ابوكا. ابوكا قوي جدا. ماشي. كويس. افضل لاعب شاب في الدوري هذا الموسم ابراهيم عادل، احمد عاطف، احمد عادل ميسي. كابتن رضا. احمد عاطف. احمد عاطف لاعب فيوتشر. لا احمد عادل ده يبقى فاروق جامد قوي. فاروق مين؟ احمد عاطف. احمد عاطف ولا احمد عادل؟ احمد عاطف. تمام لاعب فيوتشر. ماشي كابتن ابراهيم عادل. ابراهيم عادل لاعب بيراميدز. طيب بشكرك كابتن. لا قبل ما تشكرني بس اتفضل، دي رساله لاتحاد الكوره ولجنه المسابقات. اتفضل. في مباراه بين بالاس سيتي وبالاس الاثنين تبع بعض، في انا بناشد اهو اتحاد الكره ولجنه المسابقات في تفويت تحت في الدرجه الثالثه، فمفروض الانضباط عشان ما تضيعوش فرقه زي نابارو صرفه وجايبه لعيبه السنه دي والفرق بونت، وده بيخش رئيس النادي بتاع بالاس
يقول لهم سيبوا الماتش ويسيبوا له الماتش ويخسروا الشوط الاولاني 0-0 الشوط الثاني بيكسب 4-0 تمام يا كابتن فما ينفعش تمام رساله وصلت طيب بشكركم شكرا جزيلا كابتن النهارده كانت ماتشات مهمه وجميله وكان فيها اهداف يعني ما فيش مباراه النهارده انتهت بدون اهداف ام بي خسر من ايستر كومباني 2-1 وسيراميكا مع سموحه وتعادل ايجابي 1-1 والاهلي بيفوز فوز كبير على بيراميدز 3-0 ان شاء الله بكره في مباريات اخرى في الجوله ال 12 غزل المحله مع فيوتشر وطلائع الجيش مع المصري مباراه غزل المحله وفيوتشر الساعه 3 وطلائع الجيش والمصري الساعه 5:30 ان شاء الله كل التوفيق بقى للاهلي ورحلته في سان داونز في جنوب افريقيا والزمالك ان شاء الله هنا في استاد القاهره في مباراه امام الوداد ايضا المصري وبيراميدز في الكونفدراليه نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله هتكون بكره حلقه جديده ولكن مع زميلي اسلام صادق ان شاء الله من البريمو تصبحوا على خير.